عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا احنا كنا اخر مره بدانا بالكورس صح كده؟ النهارده بلان ان شاء الله ناخد يعني نكمل بقيه الدكتور اللي هي ديفينيشن وكلاسيفيكيشن. نخش على اول واحده اللي هي برايمري كونجنتال ان شاء الله يعني اللي هي مفتاح. في رقم غالب النهارده كده غالبا هيتفايف على الدرس كله ان شاء الله يعني رقم ثلاثة غالبا يعني بعد كده نطلع كل التلاتات كل التلاتات مع بعض. مبدئيا احنا كنا اخدنا اخر مرة يا سارس لكومة تالت حرف لكومة ايه؟ لكومة باي ديفينيشن لو انتوا فاكرين محتاجة كام شرط؟ ثلاثة مين هو مع بعض؟ واحد بروجريسيف اثنين اوبتيك نيوروباثي. اوبتيك نيوروباثي دي اخطر كلمة واخطر مكان. اخطر كلمة بروجريسيف اخطر مكان اوبتيك نيوروباثي خلاص مش راجع تاني. تاني حاجة اخطر فاكتور رايز بريشر اسمه ايه؟ ريسك فاكتور صح كده؟ وقلنا الديفينيشن ده ممكن نعكسه بطريقة تانية كلمة باثولوجيكال لازم في دامج بس ضغط عليه خلاص ماليش دعوة رقم كام لازم في دامج في الاوبتيك نيوروباثي. Pathological rise of pressure affecting the optic nerve وعنده progressive optic nerve بيعمل حاجة اسمها fundus and fluid changes. حاجة ده fundus حاجة اسمها copy مش أي fundus change حاجة خاصة اسمها copy هنحطها في بعض الأيام إن شاء الله. بس كده ده تلاتة صح كده وقلنا أي عند الجلوكوما ده عنده الجلوكوما ترجع تقول لي كام حاجة؟ واحد اثنين ثلاثة سهل صح كده؟ واحد إيه هي؟ intra-optic pressure. طريقة فحصها اسمها إيه؟ تونومتر صح كده تونومتر راس الضغط هيأثر على مين؟ على الفاندس صح كده؟ هو يظهر لي على شكل ايه؟ هنبص الفاندس اللي هي فاندوسكوبي راس سكوب اوف ذا فاندس او اوف هالماسكوبي سكوب اوف ذا فاندس يعني اسمها فاندوسكوبي او اوف هالماسكوبي. ثاني حاجه يعمل ايه؟ في تشينجز دي اسمها تاني ماتر صح كده؟ بالثلاث حاجات دول قبل السهم اللي لعب السهم خالص الثلاث حاجات دول اقدر اقول لك انت عندك الجلوكوما ولا لا صح كده؟ ثلاث ديفينيشن ثلاث ديفينيشن 3 فاكتورز كام بقى عيان؟ ثلاثة صح كده؟ كله ثلاثات زي ما اتفقنا. أول عيان لو الضغط عالي فعمل فاندس وحش والفيلد وحش ده مين ده؟ ده الجلوكوما العادية بتاعتنا الهاي تنشن جلوكوما هنا الضغط لازم يوطى صح كده؟ الإكزامبل الثاني لا الحد بريشر لحد ما نورمال اللي هو من كام لكام؟ من 10 ل 11 21 ناقص مفيش كده ناقص والفرق بين العينتين ما يزيدش على 4 والفرق بين واحده ما يزيدش على 4 صح كده؟ لازم definition of pressure ثلاث شروط كله ثلاثيه زي ما اتفقنا صح كده؟ كويس اللي هو difference and diurnal بس كده كويس قوي لو ضغط كويس نسبيا لكن عندي fundus key changes ده جلوكوما بنحقق شرط pathological damage سميناه ايه؟ non-mutative glaucoma. الاثنين دول محتاجين لايف لونج فول اب لايف لونج تريتمنت ده جلوكوما بيشن خلاص صح كده؟ النوع الثالث مين هو؟ الضغط نسبيا عالي اكتر من 21 لكن عندي فاندس سليم وفيلد سليم انت مش جلوكوما مش هديك دواء مش هعرضك للسايد افكتس على الدواء مش هعرضك لمشاكل بتاعت الدواء لكن هتابعك على الاقل صح كده؟ ليه اتابعك؟ عشان اعرف حاجه من الاثنين الاكسبكتد هي طبعا قلنا حاجه اسمها جلوكوما سسبكت هنخش في ايه يعني؟ جلوكوما يبقى ده يعني جلوكوما 1% في الير قلنا قبل كده ايه تاني؟ ما كانش مرتين يعني ليه وجود ضغط في العين ده خطر شويه؟ هنا رابطه بين شابتر وشابتر تاني في المنهج جلوكوما لو ضغط عالي الضغط عالي الضغط عالي او حتى هايبرتنشن غير جلوكوما في عندنا جوه الراتنا في حاجه اسمها فين راتنال فين ده ضعيف صح لو الضغط زاد عن حد مستمر مستمر كومبريشن 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 يخش في حاجه ثانيه اسمها سنترال ريتينال فين اوكلوجن ودي حاله في الامتحان. يعني جايب لك من شابتر لايه؟ شابتر تاني يقول لك واحد ضغطه عالي وجاله مره واحده كذا كذا بتاعت مين؟ فين اوكلوجن. يبقى ليه العيان ده خطر هو هايبرتنسيف او جلوكوما انه معرض لحاجتين ايه هما؟ جلوكوما او حاجه اسمها سي ار في او اللي هي سنترال ريتينال فين اوكلوجن. طبعا اكيد الجلوكوما الاصلي اكيد عنده برضه اسمه ايه؟ فين اوكلوجن اكيد قطعا يعني عنده جلوكوما طبعا عنده اوكلوجن. طبعا بس ده بالذات مش عندوش جلوكوما مش هلاقيه بتابعه واخد بالي يعني. كلام سامع كده؟ دخلنا 3 ديفينيشنز او 3 عيان كويس؟ نيجي لدول بقى احنا كده خلصنا الدرس اللي فات كنا معايا يا جماعه؟ صح كده؟ كويس قوي نيجي بقى لدول بقى تونومتري بص عندنا 2 اتري 2 اسكوبي تونومتري بيريمتري قياس
فاندوسكوبي ودي سميناها ايه حد فاكر؟ جونياسكوبي. انا بفحص حاجتين وبقيس حاجتين بس كده. نيجي التونومتري بقى. كريشن بقى التونومتري بتاعتنا بس كده. الطرق بتاعتها عشان اعمل تونومتري كام حاجه تفتكر؟ كام حاجه؟ ثلاثه. انا عندي تو اكزامن ذا بريشر ثلاث طرق، 1 2 3. هنشوف في الاخر صور ان شاء الله بالتفصيل. يعني اول طريقه بلدي جدا يعني قدامنا اهو كده اهوت، دي عليكم الاند راوند اكزام. يعني بعد كل راوند رمد في حاجه اسمها ليست ساينز، يعمل لي كذا. دي واحده منهم. حاجه اسمها ديجيتال تونومتري. يعني ايه ديجيت؟ صابع. يعني قدامك اهو كده هثبت واحد هنا اندكس فينجر والثاني الناحيه الثانيه هنا، واحد ابر تمبرال، تمبرال دي على ناحيه التمبل اللي هي لاترال يعني، واحد ابر نيزل ناحيه ايه؟ النوز اللي هي ميديال. زمان عندنا رمد الميديال ده اسمه نيزل، البر اسمه تمبرال، ناحيه النوز ناحيه التمبل. بس كده واحد ابر تمبرال واحد ابر نيزل، وثبت واحد ودوس بالثاني كده اهو، بحيث ان لو الضغط هنا لحد ما سوفت او نادايس كده اهوت بيحصل ايه؟ ناحيه بتصد صح؟ اللي هو جامد قوي مش هينزل معايا. دي اسمها ديجيتال ميثود. بس سؤال بقى، هنا اقدر لك رقم كام؟ يعني كده مثلا 21 اسف ونص؟ لا هيحصل كده طبعا. لا صح كده. فده كلام ايه؟ ما يصحش. لو الدكتور رمض اه ممكن ادوس هنا كده. هي قاعده اسمها تقدر في الجراحه اسمها فلكتويشن. لو انا عندي سيست ودوست من ناحيه الفلويد هيزق الناحيه الثانيه فحس بحاجه زي صعبه زي كده صح كده. لو دي سوليد ده قانون جراحي تاخدوه بعد كده ان شاء الله، اسمها فلكتويشن تيست. فانا هستغلها في دي. بس دي بلدي قوي، ما اقدرش رقم كام، ما اقدرش تبع عيان صح. ففي الرمد لو جالي دكتور رمد نايب عندي قال لي على فكره ديجيتالي كذا هيتهزق صح؟ ما ينفعش هتابعه ازاي ده؟ ما ينفعش. فامتى استخدمها في بنك؟ حاله واحده بس، هناخد الحاسه الجايه ان شاء الله. الضغط مش مستاهل تقراه، هتحط صباعك كده ستوني هارد يعني هتحس حيطه في العين. هناخد الحاسه الجايه ان شاء الله. فتكات حاجه اسمها كلوزد انجل جلوكوما. فالديجيتال تونومتري دي ملهاش دور عندنا نهائي غير في حاله واحده بس، لو التنشن اوريدي ايه؟ ستوني هارد. صار كده؟ غير كده انسوها. انت عندنا خلاص ما ينفعش تقولها اصلا عندنا يعني. كلام سهل؟ الطريقه الثانيه بقى، جه واحد الماني. يبقى اول حاجه اسمها ديجيتال ميثود، وقلنا دي بالي راس حاله واحده بس لو ستوني هارد انكلوزد انجل. الطريقه الثانيه عليك تعرف اسم الخواجه، اسم الطريقه، اسم الجهاز. هنشوف الاخر صور ان شاء الله يعني. خواجه اسمه تشويتس. اللفظ قلنا مهم عشان الشفوي. تشويتس؟ اسمها كام ده؟ اسمها كده شويتس. تشويتس. بس اسمها شويتس. ايه بقى؟ ده اسم الخواجه. شويتس اندنتيشن، اسمه كده اندنتيشن تونومتري. ده اسم الجهاز. ده عباره عن ايه؟ هنشوف الاخر صور بالتفصيل ان شاء الله. بس عندي فكره دلوقتي بس. يعني ايه اندنتيشن؟ حد عارف؟ يعني ايه اندنت؟ يعني بتدوس على حاجه تتنيها. صار الوضع كالاتي، هو عباره عن برجل كده، برجل اهو، في هنا وزن معين وادي الكونيا اهي. اوكي؟ بالوزن ده بدوس على الكونيا، المنطق يقول زي مبدا كوتش عربيه بالظبط. عندك كوتش عربيه عايز تقيس الضغط في كوتش عربيه بتعمل ايه؟ تجيب رجليك وتدوس عليها. يو اندنت الكوتش ده. صح كده؟ ذا مور يو اندنت ذا سوفت ده تنشن بديهي صح؟ بس في تاك صغيره جدا. تفتكر انت الايه؟ اندنتيشن تاني الاندنتيشن. تفتكر انت من غير ما اشرح ان اكريت ولا اكريت؟ الاندنتيشن. ربنا خلق الطب كده از يوزوال ايه؟ ان اكريت. ليه الاندنتيشن ده ان اكريت؟ ليه مش هقدر اشرح رقم بالذات مطلق؟ الفورس اللي بروح هستعملها الفورس ماشي. لو ثبتت الفورس، لو انا الكونيا هي وانا ثبتت الفورس جدا والضغط هنا زي ما هو بالظبط، يعني مثلا افترض مثلا الفورس ده 5 مثلا والضغط هنا 12 فعلا. اوكي؟ هل برضه فعلا هيبقى ان اكيوريت؟ اه. ليه؟ عشان الكونيا نفسها. والله انا مركب مثلا، انا مركب عربيتي مثلا، كويتش عربيتي انا مثلا فولدة هنضيفها شويه. انت مركب مثلا مصنع عام، مش قصدي حاجه. خلاص كده؟ مع ان ده ثابت وده ثابت، الكاوتش ماله؟ اختلاف الكونيا. اختلف. صح كده؟ بيني وبين التنشن اللي جوه العين ده في كونيوس كلير، دي في الاستيستي، في ريجيديتي. هنعرف حالا النهارده ان شاء الله اخر حصه كده ان الاطفال قبل سنتين ثلاثه عندهم وي كولاجين في الكونيا وسكليره. يعني مور الاستيستي. الاستيك. فنفس الدوسه في الكبير تفرق على الصغير، هدوس اكتر. فدي نحدنا فول سلو بريشر، انك دوست معايا اكتر. صح كده؟ يبقى الفاكتور بتاعي اللي عايز اقوله في الاخر شويتس اندنتيشن از inaccurate due to the factor of corneo scleral elasticity او rigidity. في عامل بيني وبين الضغط. كويس كده؟ فده ما بيستخدمش عندنا نهائي غير مثلا واحد كوماتوزد، حاجه زي مش ملوش مش اكريت عندنا. جه بعد كده واحد الماني برضه، خلاص كده؟ هو يهودي على نفس نغمه جولدا مائير كده. خلاص بصوا جولد مان يتقال بالذهب يعني. جولدمان اسم الطريقه ايه بقى؟ اسمها جولدمان
A planation. استنت انت من غير ما اشرح. الـ A planation مالها؟ أكيد. ليه أكيد ده؟ بدون مش عايزين تفاصيل معاكم عشان فيزيكس يعني. هو شال الفترة بتاع ايه؟ جيت ده بحيث هو ما بدأ ما يعمل indent لو عمل حاجة اسمها A planet. يعني ايه A planet؟ يعني خلاها flat. يعني كل اللي عمله كان ده مش عليك. كل اللي عمله لو الكون عامله كده اهو هو خلاها مور فلات كده اهو ثبت اريا وداس دست عليها. الحركه دي لو دي رقم ثابت نسبيا خلاص هيخلي المعادله ثابته. بالتفصيل مش عليك. اللي بيحب الفيزيكس يعني حاجه اسمها انفرت فيك لو. ليكوا الكلام ده اللي اتقال وكان سمعت حاجه خالص انسى. الخلاصه هنا عندي كام طريقه للتونومتري؟ كام طريقه؟ ثلاثه. واحد ليش ده ما اسمعهاش منك تاني غير في حاله واحده بس اكيوت كلوزد انجل جلوكوما اللي هي ستوني هارت حجر. اثنين اسمع الخواجه اسمع الطريقه شويتس اندنتيشن تونومتري. اندنتيشن يبقى ان اكيوت عشان فاكتور اسمه ايه؟ كويتش. بيني وبينه كوني مختلفه في الاطفال بالذات هي سوفت جدا فكده. دي واحد بعديه اسمه ايه بقى؟ كتاب بالذهب جولدمان ها اكليشن مور ايه اكيوت. ده بيستخدم جهاز اسمه ستيت لاب تشوف صور في الاخر ان شاء الله. كلام سهل كده. يبقى خدنا التونومتري بكام طريقه؟ ثلاثه. نيجي بقى كده الحمد لله خلصنا المثلث. مين بقى السهم ده؟ الانجل. ونعمل ايه هو السهم ده؟ انجل. وطريقه فحص الانجل اسمها ايه؟ جونيوسكي. تركيز بقى اسمعوا تركيز بقى. بصوا احنا كنا خدنا الحصه اللي فاتت ادي دلوقتي هكبر الانجل ادي الكورنيا ولا مين؟ سكلير صح كده؟ مين ده؟ سيلري بادي. مين ده؟ ايريس صح؟ قلنا ده بره اسمه ايه؟ ليمبس. ليمبس من جوه اسمه ايه؟ انجل اوف ذا انجل. ايه خطوره الانجل اوف ذا اي؟ مخرج مين؟ ايكواسيون. دي خطورته. فكده عباره عن مصفى زي ما اتفقنا. كويس ايه الموضوع بقى؟ الانجل ده كاناتومي اصلا كام حاجه؟ يعني ذا انجل اوف ذا اي دلوقتي كاناتومي وازاي افحصه؟ ده سؤال. اناتومي اوف ذا انجل لما افحص انجل هشوف ايه؟ اقصد اهميه الكلام ده ايه وازاي افحصه؟ تفتكر انت الانجل كام ستراكشر؟ والله كلمه انجل كام حرف؟ خمسه. يبقى كام ستراكشر؟ خمسه ستراكشرز. بص احفظها كده انجل خمس حروف يبقى خمسه ستراكشرز اند شلم نفسي. يعني هما خمسه وشلم نفسك. انا قصدي كلمه جاي حالا دلوقتي حاجه اسمها شلم نفسك. ايه شلم نفسك؟ يعني خمس حاجات اند ايه؟ شلم. هتلم نفسك بحاجه كده معايا. هي فعلا بتلم حاجه. مع بعض كده جاهزين؟ واحده واحده بصوا ادي الانجل اهو. اخر حاجه في الكونيا اسمها الديسمان سمبرين كنا خدناها الحصه اللي فاتت. صح كده؟ منطقيا الكونيوس هي جونكشن يبقى اخر حاجه في الكونيا هي اول حاجه في الايه؟ في الانجل. نهايه الكونيا دي اسمها كده كنا قلناها الحصه اللي فاتت حتى كده اسمها شوال بي لاين. فاكرين؟ اسمها شوالبس. اسمها شوال بي لاين اللي هي الترمينيشن اوف ديسمس. دي رقم واحد عباره عن خط. نهايه الديسمس عباره عن خط. هتشوف صوره في الاخر برضه. كل ده هنشوف صوره في الاخر. بس خد الفكره دلوقتي. كلام سهل؟ يبقى شوال بي لاين which is the termination of ها ديسمس مين. ادي اول ستراكشر هنشوف الانجل لو حصل عليه. هنعرف ايه الكلام ده مهم ليه في الاخر. كويس؟ الانجل نفسه مصفى. صح عباره عن شيتس ورا بعضها كده فيها بورز كتيره قوي. بس عشان تعدي الايكوس عشان تخيل بقوله بالظبط يعني تخيل مع بعض كده احنا الايكوس هيومن. كويس؟ واحنا دلوقتي جوه حاجه اسمها ايه؟ انتي شيمبر. برافو عليك. مين السقف ده بالنسبه لنا؟ الكورنيا. اندوثيليوم صح؟ مين الارض بالنسبه لنا؟ ايريس ولانس. فاكرين كده؟ ادي الكورنيا ادي ايريس ولانس. ده اسمه ايه عندنا؟ الانجل. فهمت قصدي كده؟ هي مش خط دي اريا دي مسافه دي حيطه بتاعتها كبيره جدا. الخط اللي فوق قوي ده اللي هو عامل زي الجنكشن ده فوق خالص ده الخط ده هو ده شوال بي لاين. خلاص مش الكورنيا ايه؟ كورنيا 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 انتهت الكورنيا هتيجي الانجل صح كده؟ فالخط اللي هو فاصل بين الحيطه والسقف هو ده شوال بي لاين. داير ما يدور كده هو عباره عن خط واحد بس خط بني كده طاير. سهل كده؟ ده شوال بي لاين كل الحيطه دي ايه؟ انجل. انا بقى باصص من جوه هنا كده كده هلاقي ايه؟ فورس 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 فتحات عشان احنا نخرج منها مصفى. سميناها ذا سبيشيز اوف فونتانا. الاسم مش مهم اسمها ترابيكيولر مشورك تي ام. ليه مهم دي جدا بقى المشورك ده؟ عباره عن كده بصوا اهو بصوا كده معايا اسمعوا كده معايا عامل كده اهو فور 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 فور. حد ركز معايا انا رسمتها ازاي؟ حد مركز رسمتها ازاي؟ هي ترانجل ان كات سكشن عامله كده اهوت واسعه جدا قدام بتقلب بالتدريج. بس انت خدت بالك البورز مش ورا بعضها بالظبط. يعني لو دي بور وراها حيطه يعني دي مش بور صح؟ ليه؟
تفتكر ليه سبحان البديع ليه صحيح حكيم سبحانه ليه احنا عايزين نطلع مش كده احنا ايه كونسيومر ايه رايك انت لو الفورد ده ستيت كيدز بنزق بعض هنطلع كده مره واحده مش كده يسلب الضغط يلا مره واحده اكنها مطبات صناعيه كده يعني ايكوس خارج يقف شويه يقف شويه يقف شويه بحيث اللي داخل يطلع واحده واحده بحيث ما عندي بريشر ثابت نسبيا في العين يبقى داكت البورز اللي هي انترليسينج كده مش ورا بعضها بالظبط ترى كده يبقى الانجل نفسه هو المشور ده الانجل فعلا واضح كده دي الحته كلها كل مركز معايا كل مركز معايا يبقى رقم واحد اول ستراكشر ايه هو ها شوال بي لاين هو عباره عن ايه ده تيرمينيشن اوف ديسوس امبرين الانجل نفسه حاجه اسمها ايه ها ترابيكولر مشور ساعات بيسموه ده يوفيو سكيرال مشور ترانجل كات سكشن فورز من بره جوه عماله تقلب التدريج كلام سهل كده كلام جميل ايه دي سكيرا الحته الوحيده في جسمك كله في عينيك يعني اوكي في عينيك حاجه من اوتر كوت تخش جوه العين الحته دي حاجه من اوتر كوت كوني سكيرا هيجي حاجه زي بروز كده فروم ذا اوتر كوت سكيرا كمان دي بروز كده عامل كده اهو جوه العين كده اهو عامل زي الرمح صح فسميناه ايه ذا سكيرال سبير رمح يعني عشان تخيلها معايا كده الوزره الوزره بتاعتنا خلاص شايفين الوزره تحت دي الوزره بتاعت تحت دي كده في حته بارزه كده صح هي فعلا كده هناك خط مش بارز تحت في حاجه بارزه بينهم ايه الانجل ليه بقى ليه هنا في حاجه من السكليره داخله جوه لونها ابيض كده جامد قوي ليه كده ليه في حاجه تحت ماسكه المشور والله يا ابداع بصوا كون دي ثابته لا تتحرك ثابته صح طب السكليرا بودي كان فيها عضله حد فاكر اسمها ايه سيري مصر كان قدام حاجه اسمها ذا سيركلر فايبرز بتاعت ايه دي اكوموديشن بس كان في حاجه هنا اسمها ذا لونجيتودنال فايبرز التكه بتاعت السبير دي اللي ماسك فيها ايه لونج فايبرز طالما المصل ماسكه فيها توقع ايه هيتحرك صح كده طب ليه يتحرك المشرق مصفط مش كده مصفط ضعيفه جدا كويس الكورني اوتر كوت يبقى قوي جدا وسكليرا اوتر كوت قويه جدا فالضعف ده ممسوك من فوق ومن تحت بحاجه ايه قويه جدا مش بس كده لو الاثنين بيتحركوا ايه رايك كده دول بيتحركوا الاثنين مع بعض يعني الكونيا والسكليرا بيتحركوا مع بعض يعني تعالى اتحرك كده اتحرك كده هقدر اتحكم في البورز لا مش ثابته صح طب لو الاثنين ثابتين لا فهنثبت الكونيا ونحرك دي صح ايه رايك في البورز انا ممكن افتحها وكده اياها صح فايتس ا بروسيس نعمل ايه يعني كنترولد ايكوس دريج تاكت السبور دي السبير دي اللي ماسك فيها ايه مصل فاديني فورس لو عملت كونتراكشن اوسع مين البورز لان ضامن ده ثابت طالما ده ثابت وخدت معايا كده هو هيفتح بورز ايه ده كده خدنا ثالث علاج للجلوكوما احنا كنا خدنا الحصه اللي فاتت ان ممكن اعالج الجلوكوما بايه تقفل حنفيه صح بايه كاربونيك انهيدريز انزيم انهيبيتور او بيتا بلوكر طب في طريقه ثانيه في طريقه ثانيه ان اوسع البلاعه لكن ادي دواء يعمل كونتراكشن اوف ذا مسل توسع البورز ده ثالث دواء اسمه بارا سيمباثوميماتيك او مايوتكس رغبه نفسيه رغبه نحسب على كده خلاص حاجه ثاني ده من جوه لا يعني هي الحته من اوتر داخله جوه سكير اوتر كوت سكير اوتر كوت صح بس هي داخله ورا ايه دي نسالك مع كده رد عليا دي نساله ثاني رقم واحد اول ستراكشر كانت تشوف صور في الاخر شوال بي لاين يعني شوال بي لاين ترمينيشن اوف داسس ثاني ستراكشر اللي هو الاساس مين هو ماشي ده الاساس اصلا الانجل اصلا ثلاثه سبير لونها ايه ابيض صح كده حتى سبير كده تاكت السبير كلمه ماسك فيها عضله رقم اربعه حته من سيلري بودي اهي بيز اوف سيلري بودي رقم خمسه روت اوف ايرس ادي الخمسه ستراكشرز صح عشان تفتكرها دايما افتكر الحيطه دي الحط ده ايه شوال بي لاين الحته كلها دي ايه الانجل الوزره دي ايه سبير بدايه الارض دي اللي هي سيلري بودي ايرس صح كده انا بص بقى نشوف حد يطلع بعضها ليه الكلام ده مهم جدا بقى اما اشرح ليه ده كلام مهم جدا احنا قلنا في الاخر ايه شلم نفسك ايه شلم نفسك دي بقى دلوقتي انا ايه كونسيومر وانت ايه كونسيومر ايه كونسيومر صح هنطلع منين من البورز دي ايه رايك انت لو دي بورز مفيش حاجه قرب نلمها نمشي زي احنا نطلع كده كلنا في الشارع ينفع لا فتخيل معايا الاوضه دي براها ورا الحيطه اللي احنا شايفينها دلوقتي ورا الحيطه دي في ماسوره صرف تخلي البورز دي كلها تفتح فيها يعني ادي بور 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 في حاجه هنا زي ماسوره كده اهوت ليه قطعتها كده كات سكشن دايره عشان الدائره ما يدور
فتعطاها كده اهوت بان ايه دايره، هي ماسوره داير ما يطول العين 360 درجه بتجمع البورز كلها فيها، لكن خدت ماسوره صرف كامله كده. اه كل بقى فتره اطلع حاجه اسمها كولكتور شانل، لكنها فعلا ايه صرف بالراحه، مش مره واحده البورز كلها تطلع ميه مره واحده، لا نجمعهم في ماسوره وكل فتره يطلع ايه شانل ماسوره شانل. دي اسمها ايه الكنال دي استنتج انت اسمها ايه؟ كانال اوف شلام. يبقى كلمه انجل كام ستراكشر؟ ان شلام نفسه صح. طب اسالك سؤال، ليه ما قلتش سته؟ عشان خمسه ستراكشرز يعني قلت ليه؟ مش انا قلت ثلاثه عشان انا ثلاثه وسهم صح. ليه ما قلتش اربعه؟ عشان ليه بتقول لها تفسير ان الثلاثه بيشخصوا الجلوكوما والرابع ده النوع صح، فبقول لك انها خمسه وشلام، يبقى انا عايز اوصل بينهم، عايز اقول لك الخمسه دول حاجه وشلام حاجه ثانيه. ليه؟ سؤال ام سي كيو 13 كده يقول لك ايه؟ يقول لك ان جونيوسكوبي. يعني ايه جونيوسكوبي؟ فحص الانجل. The visible structures are، انا لو باصص كده على العين هو من جوه العين، ايه ال visible structures؟ شو ال في لاين؟ اه مش ورك؟ اه سبير؟ اه تيلي بودي؟ ايرس؟ شمس كانال؟ لا. لكن لو سؤال في الام سي كيو يقول لك ايه بقى؟ What of the following is an angle structure؟ ما قالش visible. هو الشلامس مش الانجل ولا لا؟ مش ده في الانجل؟ بس هو مش ايه؟ هي لعبه ام سي كيو بس. لو قال لك ايه ال visible structures دول؟ انا مش شايف شمس كانال، بس انا متاكد ان هي موجوده. It's an angle structure بس مش visible. فهمتوا الوضع شويه يا جماعه؟ ما ينفعش حاجه ورايا بس عارف لازم موجوده. كيف انت حسب ايه الام سي كيو بتاعك يعني؟ angle structure ولا visible structure؟ كلام سهل؟ فافتكرها خمسه وشلم نفسك. كلام سهل؟ سهل الكلام ده؟ مع بعض بقى. فحصنا جونيوسكي. جاهزين؟ عشان تفحص جونيوسكي اصلا في شرط كده. انا اقول عشان الكتاب رميها كلمه من غير ما يشرحها. لو انا بصيت عينيك دلوقتي اهو، لو بصيت عينيك كده، انا شايف انجل؟ لا. قال ايه؟ ده سؤال شافي على فكره، ما هو كتبها خلاص. عشان الانجل كده اهو، اشوف انجل؟ يعني انا شايف جوه عامل زي انجل كده؟ لو انا ماجنيفاينج لينز وانا فظيع هشوف انجل؟ لا. ليه؟ لازم اقطع ليه؟ ده سؤال ايه؟ ليه الانجل ما ينفعش تشوفه غير باستخدام لازم عدسه؟ ده سؤال. يعني ايه افحص كده بجهاز؟ جبت جهاز يا عم مكبر كده هو اشوف حاجه؟ لا، لازم عدسه بيني وبين العين. ليه بقى؟ بص ركزوا معايا، سمعتوا ظهرك ورا، اسمع دقيقتين بس، حته فيزيكس كده بس كده، تركيز بقى، حته فيزيكس بس خالص، الشرح والصور في الكتاب بتاعي بس ركز معايا. بصوا لو ده كده ستيج، ده ستيج اهو كده، وده بحر بس كده، ودي سمكه، وده رمل. انا عندي سؤال بقى دلوقتي، تصطادوا؟ هتعمل فيشنج؟ مفيش ميات خالص صح؟ صح؟ حد بيعمل دايفنج؟ الحمد لله. يعني عملتش دايفنج ده محروم. ده بني ادم محروم. تلتين العالم تحت الميه. حاجة تانية خالص. بس كده؟ النهارده تعمل ايه النهارده؟ ركزوا معايا بس. ده انت حاجه قصه عالم تاني. بص ركزوا معايا اسمعوا. لو ده عايز يصطاد، انت بتيجي تصطاد، طب انت معلوماتك عن الصيد مثلا، لو دي صناره اهو، هتصطاد ازاي؟ هتلمس ناره بعيد ولا تحت ايدك على طول؟ بعيد. ليه بعيد بقى؟ والله ما تشوف بيعملوا كده بصراحه. ليه بيعملوا كده صحيح؟ طبعا في دلوقتي حاجه اسمها جيركينج بيحطها على طول. بس يعني لو انت اللي هو الفيشنج العادي، بس كده بيحطها بعيد قوي كده ليه؟ ليه؟ عشان قانون فيزياء. دقيقتين بقى ما تبصش في الكتاب خالص، بصوا عليا لو سمحتوا. خلاص كده؟ ليه بعيد؟ ان السمكه دي هنا. لو انت عندك حاجه اسمها مور دانس ميديان لحاجه لاس دانس، خدتوا فيزياء؟ حاجه اسمها ريفراكتيف اندكس. تمام. كثافه بصريه. لو انت عندك ميه وهواء، مين اكثف؟ الميه. ما شاء الله صح الميه، برافو عليك. انا عندنا مور دانس. السؤال بقى النور اللي طالع من السمكه دي كده من الميه للهواء كده. صح كده؟ انت عشان تشوف سمكه لازم تقرب منك قوي مش كده؟ لو بعدت تشوفها نفس الفكره. ليه ما سمكه تبعد تحت الميه ما تشوفش وتيجي ايه باين السمكه اهي؟ ليه بيحصل كده؟ لو اللايت طلع كده صح؟ لو الزاويه دي نسبيا معقوله هيحصل حاجه اسمها ريفراكشن. انا اشوفك انا هتصطاد سمكه تعملها كده اهوت ما هي شايفاك. صح؟ مش تاكل الطعم. لكن بعيد نشوفك ليه بقى؟ كل ما تبعد اكتر سمكه تبعد اكتر بعيد اكتر اللايت طلع منها هيوصل لزاويه معينه هيحصل بدل ريفراكشن بدل حاجه اسمها انكسار ضوء هيحصل حاجه اسمها ريفلكشن. والزاويه دي كان ليها اسم، حد فاكر اسمها ايه؟ كريتيكال انجل. ده كريتيكال انجل.
الزاويه الحرجه ايه اللي احرجها معرفش اسمها كده اسمها كده اسمها كده كريتيكال انجل الانجل ات ويتش بعديه هيحصل ريفلكشن مش ريفراكشن هتفهم حاجه كده ده مفهوم تمام مفهوم مفهوم ايه دخل ده بقى بالرمد ده دلوقتي انت عايز ايه دلوقتي ايه دخل ده بالرمد اصلا ادي كورنيا بس كده وادي الانجل سمكه الكورنيا هي البحر اللي هو كثافه ايه اعلى والهواء هو الهواء صح اللايت الخارج من الانجل اوف ذا اي عشان يطلع من العين الزاويه دي بالنسبه للكورنيا بيوند كريتيكال حته بعيده فبدل ما يحصل ريفراكشن لازم يحصل ايه ريفلكشن يعني انت تشوف الانجل بتاع عينيك لازم جوه عينيك اللايت الخارج من الانجل عندي عشان يجيلي بره مش هيحصل كده يحصل جوه ايه ريفلكشن فلازم عشان افحص انجل استخدم عدسه تفتكر العدسه هتعمل ايه هتكسر الزاويه دي صح كده اجيب عدسه فعلا ادي عدسه اهي كويس العدسه دي فيها تكه صغيره جدا صعبه جدا اخلي الكثافه بتاعتها زي بالظبط كثافه الكورنيا لكنها لسه بحر صح فاللايت مكمل عادي مكمل عادي مكمل عادي ما انا هنسيج واحد واحط هنا مرايه بس كده في عكس المرايه دي هتعكس الضوء ريفلكشن صح كده هتعكس ضوء خارج اهو ايه ده لسه بحر وده ايه ده هواء التكه هنا بقى انا احط المرايه بطريقه معينه بحيث ان الزاويه دي بقى تبقى اقل من كريتيكال فيحصل ايه ريفراكشن بدل ريفلكشن لو دي باظت هيرجع تاني صح ولا يا فندم قصدي وانا مش واضح يبقى فكره عشان تفحص السؤال بس انت شايف يقول لك ليه لازم عدسه عشان تفحص انجل تقول له تو افويد ذا توتال انترنال ريفلكشن اللي بيحصل ذا انجل اوف ذا اي اشرح تاني عشان تيجي بس الرسم كله في عاملينه في كتاب بقى واضحه كده فلازم استخدم حاجه اسمها ها افحص انجل بلانس اسمها جونيو يعني انجل لانس هنشوف اخر صوره ان شاء الله بس فكره واضحه قاعده تاني عيني بس كده بس تبقى قاعده تاني تاني يبقى تو اكزامين ذا انجل اوف ذا اي بس كده ما ينفعش كده لازم استخدم لانس ايه فكره اللانس اللانس دي نفس كثافه الكورنيا صح كده فاللايت الخارج من انجل مكمل عادي 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 اكنها كورنيا لسه وحط مرايه هنا كده اهو خلاص كده المرايه دي تعكس الضوء بحيث الزاويه دي بقى التكه كلها هنا كده بحيث الزاويه اللي طالعه منها تبقى اقل من كريتيكال اكن السمكه قربت بس على الزاويه هنا كانت زاويه كبيره قوي اخليها ايه اصغر شويه بحيث يحصل ريفراكشن بشوف الانجل بس الحركه دي انت شايف الانجل معكوس يعني الانجل اليمين ده انت شايفه فين؟ بس الفكره واضحه مش عايز تفصيل في انواع القصص بس الفكره واضحه الفكره ان استخدم حاجه تكسر الزاويه دي عشان امنع التوتال انترنال ريفلكشن عايز ازود الزاويه شويه في حاجه اسمها الدايركت جونيو لانس قال لك بدل ما تستخدم عمليه وقصه حوار ايه رايك على طول هنا اعمل لي هنا شطفه معينه كده بحيث الانجل يبقى صغير بيطلع على طول دي الدايركت مثلا ما شاء الله مش عايز تفصيل بس واضحه الفكره انك عايز تكسر الفانكشن ده السؤال في شباب بتسال ليه ما اقدرش افحص انجل وداوت لانس تقول عشان الكلمه دي تو افويد ذا توتال انترنال ريفلكشن مش عايز اكتب كده فول ستوب مش كده اكتر كلام سليم مع كده كويس يبقى تاني اللي عنده جلوكوما بزيميتي كام حاجه طلب عليها كام حاجه واحد اثنين ثلاثه سهل تونومتري كام طريقه ديجيتال شويس اندنتيشن ان اكوريت جولدمان ابلانيشن اكوريت صح كده كويس ثاني حاجه فاندوسكوبي فيلد ده ناخدهم بالتفصيل جدا حتى بعد الجايه انساها دلوقتي فاضل عندي مين انجل كلمه انجل كام حرف خمسه كام ستراكشر خمسه وشلم نفسك ليه فصلناهم خمسه فيزيبل وسادس موجود بس مش فيزيبل اندونياسكو واحد ترمينيشن اوف ديسو سمبرين اسمه شوالبي كله انجل اسمه تربيكا ماشفور التاجه بتاعته بورز ورا بعضها مش ورا بعضها قوي بعدين عندي حاجه تحت اسمها سبير التكه بتاعتها ماسك فيها عضله فتحكم في ايه ايكوسترينج ماتكس بعد كده الارض بتاعتي سيلري بودي اند ايرس ورا انا متاكد في حاجه اسمها ايه كان انا مش فاهم هاو تو اكزامين ذا انجل بحاجه اسمها جونيو لانس ما ينفعش كده عضله سهل كام فحص كده سهل يا جماعه كده خلاص كلكم سهله كده فحصنا اي جلوكوما في الدنيا اربع حاجات دول بالتفاصيل الديتيلز سهل الكلام كده بصوا بقى اي جلوكوما بس اي جلوكوما في الدنيا بفحص الانجل ليه بقى؟ احنا قلنا السهم ده هدفه ايه؟ ليه سميناه سهم؟ To decide my treatment صح كده؟ قسمنا جلوكوما الاثنين كبار قوي بعد فحص الانجل الى حاجه اسمها open angle glaucoma وحاجه اسمها closed angle glaucoma ليه؟ لان الاوبن بدايه علاجها medical والكلوز لازم عندي ايه؟ surgery ايه الفرق بين open وclosed؟ منتهى البساطه كده شايفين ده؟ ده اسمه ايه؟ الايرس ايرس
الارض ده لاي سبب من الاسباب لو طلع الارض دي راح تطلع وراح تسد الحيطه كده كده الايرس طلع اهو ده الايرس طلع وراح قافل الحيطه كده دي لفظ اسمه عندنا ايه دي اسمها ايه حاجه اسمها ايه والله صعب عليا اسال حضرتك بقى ايه بالانجليزي اسمها طبيا يعني اسمها سينداكي طب كده داكتلس يعني فينجر سن يعني التحام خلاص طيب الايرس طلع هو الايسام من الاسباب شو طلع الايرس هو راح مسك فين في الانجل يعني المنظر بقى كرياتي اكني بعمل كده اهو فهمت قصدي سد الانجل الحيطه دي اتسدت بايه بالارض دي سميناها ايه قال لك المنظر ده ان الايرس يلزق في حاجه ثانيه سميناها ساي يعني سن لزق صح كده ساينيكيا اسمها كده وطالما الايرس اخر حته فيه اللي مسكت ده لا مش كله هيطلع طبعا اخر حته بس اللي جنب الانجل فسميناها كده بريفرال دي حته بريفرال اهو انتيرير ساينيك اسمها بي اس طب ليه في انتيرير يبقى اكيد في ايه بوستيرير ايه ده يعني ممكن الايرس يلزق في اللنس ساعتها اسميها بوستيرير ساينيك ايرس يلزق ساينيك مسكت في الكورنيا اسمها انتيرير بي اس مسكت ورا اسمها بوستيرير ده مرض وده مرض تاني خالص هنقعد بقى ان شاء الله دي يوفيتيس دي جلوكوما دي حاجه ودي حاجه تانيه خالص بس كده احنا بنتكلم على ايه بريفرال انتيرير ساينيكيا كلام سهل كده ان الايرس ميسك كلام سهل اسالك انا سؤال بقى لو الار دي طلعت قفلت الحيطه دي هل في مجال ميديكال لا يعني ده هيتفتح ميديكال لازم ايه مشرط صح يا جماعه لو عندك انت فحصت الانجل اهو فحصت الانجل بالدونيوسكوبي كونيولانس لقيت ان الشوالبي لاين باين لكن البورس مش باينه لقيت الشوالبيليا باين والبورز باينه لكن السبير مش باينه يعني انت بتعدل ستراكشرز المفروض اشوف اربع حاجات اربع الوان بني فوق اسمه ايه؟ شوالبي لاين ماشور كبير جدا خلاص بعد كده ابيض مين هو؟ سبير بعد كده بني تاني مين؟ سليري بودي كام ستراكشر دول؟ اربعه هتعتبر سليري بودي وارس حاجه واحده الارض يعني انا فحصت العيان لقيت فيه 3 ستراكشرز بس يبقى الارض سدت مين؟ سبير لقيت فيه 2 ستراكشرز بس يبقى طلعت كمان مين؟ فوق فهمت قصدي كده؟ فانا بعد الستراكشرز كل ما الاقي ستراكشرز اكتر الانجل اوسع فعندي 4 ستراكشرز يبقى عندي اوبن انجل ممكن توصل لدرجه ان الارض تلزق لغايه فوق خالص مش عارف اعد اي حاجه مش لاقي اي حوالي حتى شوربي لاين اسميه ايه زيرو انجل او كلوزد انجل بصوا يا شوف ربنا خلق الطب سهل كلوزد ايه الكلمه دي كلوزد از ديو تو ايرس عمل حاجه اسمها ساينيكيا في علاجه لازم يكون ايه سبحان الله هو ربنا خلقها سهله سهله كلام فكلمه كلوزد يعني لازم ساينيكيا يعني ايرس قفل لازم جراحه كويس هسه سؤال بقى قبل ما اتكلم على الاوبن دي سؤال بقى كده خبيث شويه انت عندك حوض في البيت عندك حوض في البيت بانيو كويس قوي هات الحوض اهو وادي حنفيه افتح حنفيه على الاخر خالص خالص بس كده وهات تشطر الحاجه انها ميه كده وادلق في الحوض ميه كمان زياده عندي سؤال هيتسد الحوض لا افتحها الاخر خالص هيتسد الحوض لو اتسد في مشكله الحنفيه معموله عشان تزودها صح ولا معموله عشان ايه يعني مش زودها انت عايز عايز اوصل لك لايه مهما زودت الايكو سيكريشن لو البلاعه سالكه مش عارف خالص حتى في دوش اسمه رين شاور عارفينه في دوش كده يعني دوش كبير كده هو بينزل كانك قاعد تحت مطر يعني الناس فاضيه بالعالم خلاص بقى كل مره هيستحمى هيتسد مش معقول بقى ما هي نازله دوش 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 يعني اكيد نازله مطره مطره صح كده فخلاص بقى بسلكه طب دي سلكه خلاص عايز اوصل لك لايه؟ عايز اوصل لك كلمه كده مهمه جدا ام سي يو شافوي وحتى في الجراحه مش كده يعني عشان يحصل جلوكوما انا هسال سؤال دلوقتي ام سي يو جلوكوما از ديو تو انكريز ايكوس سكريشن ايه؟ كوما is due to decreased aqueous drainage. B, both. فهمت سؤال؟ يعني عشان يحصل الكوما يبقى عندي افرازات زياده. لا عشان يحصل الكوما لازم يبقى البلاعه مسدوده. والله ممكن الاثنين. نتكلم بصراحه كده امتى هيحصل الكوما؟ only لو حصل ايه؟ drainage obstruction صح؟ افرز قاعده حط عندنا قاعده كده glaucoma is an drainage disease. glaucoma is an outflow disease. glaucoma is an angle disease glaucoma is a بلاعة disease حبستوها لازم قسما الانجل يتقفل مهما زودت السكريشن لو الانجل كويس ولا حاجه خالص لازم الانجل يتقفل السؤال بقى اتقفل بايه فهمت قصدي كده لو ايرس سميناها ايه
Close. ايه ده؟ يعني كلمة open angle دي الانجل المقفول ولا مفتوح؟ نورمال مفتوح. ايه رأيكم؟ انت اقول لك دي عنده open angle glaucoma. مقفول اكيد، ما مش glaucoma، ما ليه سميناها open؟ هقول لك ليه سميناها open. انا فصحت كده اهو، عملت جونيوسكوبي، بص على الانجل، لقيت الايرس بعيد. لقيت المنظر كده عادي جدا. تمام. صح كده؟ بس ضغط عالي، اقسم لك الانجل ايه؟ مقفول، بس مش بايرس ليكن في شويه باس سيلز سدوا البورز. مالجنت سيلز سدوا البورز. بيجمنت سيلز سدوا البورز، واضحه؟ انا كجراح ايه ده الانجل مفتوح مش محتاج مني مشرط، ممكن ادي حاجه توسع البورز، تعدي الحاجه. اه فكلمه اوبن انجل يعني ايه؟ اه الانجل مقفول اتس بلوكت. بس مش بايرس. عشان تفهموها كويس قوي اهو. ده البور. ده البور كده، الباب كمان الباب. بس كده ده البور مفتوح صح كده؟ مين الباب ده؟ ده الايرس. ده ماشي فوق؟ ده الايرس. المنظر ده اسمه ايه؟ كلوز. ايه رايك؟ مشرط. صح لازم مشرط. صح كده؟ كويس. طب افتح حاجه فوق. انا مالجنن سيل، باس سيل، اي حاجه. انا وقفت هنا كده. ايه اللي حصل؟ مش هيقطع الايكوس، ما انا واقف هنا صح؟ بس الايرس ايه؟ بعيد. ده بيتوسع. كلمة open angle يعني ايه من الاخر؟ انا سديت الانجل. انا حاجة جت سدت الانجل. closed angle كلوس ها؟ اي رس ساي نيجيا جراحة لازم. واضحة كده؟ فانا عشان كده عملناها سهم لوحده. اه سهم لوحده ايه؟ ان ده بيحدد لي علاجك. انا اعرف انت عندك اه لا جلوكوما ولا لا؟ طب انت عندك جلوكوما لو سمحت افحصوا انجل انت نوعك ايه؟ فهمت قصدي كده؟ انت كلوز يبقى جراحة، open يبقى ايه؟ مالي. ادي اول تقسيم. التقسيمه الثانيه انتوا خدتوا طب قبل كده صح؟ يعني ايه برايم هايبرتنشن سكند هايبرتنشن؟ يعني ايه برايم وسكند؟ للاسف درستوها برايمري انون كوز صح؟ بزرميت انت حاسس انك بزرميت. برايمري يعني ايه ده؟ سلام عليكم اخباركم ايه؟ ايه الاخبار؟ سلام عليكم ايه الاخبار؟ اونر تسلم رجليكم يعني تسلموا يا سلام فيك جاهزين؟ اقول لك حاجه؟ This means too much to me. عارف ليه؟ اللي بيأثر فيها فعلا مش الحركة نفسها. What lies behind the curtain. يعني هما قعدوا مع بعض نتجمع، طب نتجمع وناخد خطوات كده نروح السنتر وبيدي فين دلوقتي كده، طب نروح نسلم عليه. الحركة دي التفكير ده counts too much to me. كفاية نفسه مش مشكلة. انت لو رحت النهارده النهارده رحت البيت النهارده وانت عارف المنطقة بتحب طماطماية خيارايه بتحبها؟ انت عديت كده ايه ده خيار؟ هيقول ماما. دخلت عليها وقلت لها ماما بتبتدي خياره بتبتدي معاها خالص؟ هي فارق معاها ايه؟ طبعا هي بتخض عليك. هي هتجيب بقى ايه؟ وانت ماشي شفت خياره فافتكرتني ذيس وات كامبس. موضوع قاعده كده حطوا عندك قاعده كده ذا سمول ثينجز ار ذا بيج ثينجز افتر اول. حاجه بتفرق جدا. ازاي النهارده هتعمل انت مروح؟ صباح يا ماما عامله ايه؟ درس ايه بتاخد درس ايه ده اصلا مش عارف. المهم يعني خلاص اي حاجه اي حاجه بتحبها خلاص بتحب الماس هات الماس اللي انت عايزه. خلاص يا بعدين الانجل كلوزد انجل ايه تاني قلنا ها؟ اوبن انجل صح كده؟ ايه بقى برايمري وسكندري بقى؟ برايمري جلوكوما او برايمري ديزيزز في الطب معناها ايه؟ معناها ليه كوز؟ طبعا ليه كوز وما جيش ازاي يعني. بس برايمري ان برزنتيشن يعني ايه؟ يعني انا جيت لك عرفت نفسي ليك كجلوكوما وروحت كايه؟ جلوكوما. فانت بالنسبه لي اسمك ايه؟ هايبرتنشن. غير لما كان عندك رينال ارتستنوزز هايبرنيثروما عندك مشكله ثانيه وده عمل كاتيكولوم تزود حاجات عمل لك ايه؟ تيكروموسايتوم صح؟ فراح مطلع ايه؟ كاتيكولامين صح كده؟ ابنفرين فعمل لك ايه؟ ضغط. هو الضغط ده هو عرف نفسه هو هايبرتنشن؟ لا ده انا في كروموسايتوما جبت لك بالمره ايه؟ هايبرتنشن ده سكندري. برايمري ديزيزز ليها اسباب واضحه جدا بس اتبريزنتس وبتمشي از نفس الديزيز. سكندري لان عندي حاجه عملت لك الديزيز ده تفرق جدا في العلاج. لو انت عندك في كروموسايتوما تعالج هايبرتنشن وتعالج مين؟ في كروموسايتوما. لو عندك جلوكوما تعالج مين؟ لو هي برايمري جلوكوما نفسها. لو انا عندي التهاب في العين يوفيايتس وعمل لي جلوكوما هعالج مين؟ يوفيايتس. في فرق بقول لك ده مرض وده عرض لمرض. وصل وصلت كده خلاص كده؟ فالتقسيمه الثانيه عندنا بعد اوبن وكلوزد هي برايمري اند سكندري. التقسيمه الثانيه. التقسيمه الثالثه كل واحده منهم بقى وانت اتولدت كده ولا جالك بعد كده؟ اتولدت اسمها ايه؟ مع ولاده اسمها كونجنتال. جالك بعد كده اسمها اذرد او اكوايرد. ومناسبه يعني ايه كونجنتال؟
يعني مع ولاده يعني غالبا وراثه صح كده؟ ايه لا يعني الفرق بين كونجنتال وهيريديتري وديفلوبمنتال وفاميليا وهيردو فاميليا كده حسبي الله ده الطب كله. ايه فرق كلمه كونجنتال وفاميليال وهيريديتري؟ هيريديتري يعني بيتبع لوز اوف كروموزوم انهيرتنس ده جينيتكس خلاص كده. لكن كونجنتال والله هو نزل مولود كده ليه؟ اتخبط خد الدواء مش عارف بتاعته جنستي هي خد الدواء دواء ده وراثه لا هي خد الدواء كحول ولا حاجه جاله كونجنتال ديزيز. كلمه كونجنتال مش وصف ايتيولوجي وصف وقت انت مع ولاده كل ستار. طب ليه بقى ممكن هيرديتري وراثه انت قصدك كده دي حاجه جديده ده لفظ غير ده بس كده فدي اسمها كونجنتال جلوكوما اتولد عنده جلوكوما ممكن يبقى برايم ممكن يبقى سكندري اي حاجه غرام اي حاجه صح كده واضح. يبقى كل جلوكومز بصفه عامه بقى بقسمها ازاي؟ يلا واحد اول تقسيمه اهم تقسيمه اوبن وكلوز. ليه دي اهم تقسيمه؟ قدر العلاج علاج. تاني واحده في الاهميه جدا كل واحده منهم ها برايمري سكندري. ليه دي مهمه؟ عشان علاج. ما لو الساكن لازم عليك مين؟ الكوز. طب انت اتولدت بيها كونجنتال ما اتولدتش بيها اكوايرد. دي التقسيمه بتاعتنا بقسم الجلوكوما بثلاث حاجات مع بعضهم مش او بعضهم. كل واحد كل عيان هو انت كونجنتال اكوايرد ادي اجابه اوبن ولا كلوز ادي اجابه برايمري سكن ادي اجابه لكل عيان ثلاث اسئله. واضح كده؟ خلصنا خلاص الحمد لله تمام. انت عندك جلوكوما استهبل العيان ما خدش علاج او مرض بروجريسيف جدا فضل يزيد 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 مين مات في الاخر؟ اوبتيك نيرف حصل حاجه اسمها اوبتيك اتروفي. وات ايفر ذا ستارت از برايمري سكندري اوبن كلوز مش فارق معايا لو وصلت الاوبتيك اتروفي اسمها عندنا احنا ابسوليوت جلوكوما ساعات بيسموها كده الدلع بتاعها جلوكوما فالمينانس يعني طفحت اجابه اخرها ابسوليوت خلاص. انت عندك ايه دلوقتي؟ بلايند اي اللي هو اللفظ المرموز عندنا في الكتب يقول لك العين وصل لحاجه اسمها نو بي ال. يعني ايه نو بي ال؟ يعني عنده وصل لدرجه ان حتى ما عندوش نو بيرسبشن اوف لايت. بحط اللايت كده انا مش شايف ضوء يعني عنده ايه يعني؟ بلايندز. فانا بسمي جلوكوما اوبن ولا كلوزد ادي واحده اوبن ولا كلوزد كل واحده منهم برايمري ولا سكندري برايمري ولا سكندري كل واحده منهم كونجنتال اكوايرد مش اكوايرد. في الاخر اي واحده من دول لو سبتها وصل اوبتيك اتروفي اسمها ايه؟ ابسوليوت ستيج او جلوكوما فالمينانس اللي هي كاركترايز بحاجه اسمها نو بي ال اللي هي اوبتيك اتروفي يعني نو بيرسبشن اوف لايت. مثلا كده خدنا الديفينيشن اوف جلوكوما هاو تو اكزامين جلوكوما كلاسيفيكيشن اوف جلوكوما. طيب هو بس هنا مهمه صغيره جدا خدها قاعده مهمه جدا كده برضو احنا خدنا كذا قاعده دلوقتي. خدنا اول قاعده ايه؟ اللي معايا الاكزاكت كليب بتاعي ولا في الصفحه كام بالظبط؟ هتلاقي اي مربع ملون كده قاعده. بس كده احنا اول قاعده قلناها ايه؟ جلوكوما عشان تحصل لازم مين يتقفل؟ لازم الانجل. السؤال بايه؟ بس ايرس ولا مش ايرس؟ عشان العلاج بتاعي صح بس لازم الانجل يتقفل ده لازم. اتس ان اثرو ديزيز دي اول قاعده خدناها. قاعده رقم اثنين اللي هي ابسوليوت جلوكوما دي نو بي ال. قاعده رقم ثلاثه بقى اول برايمري جلوكوماز. يعني ايه برايمري جلوكوماز؟ امراض الجلوكوما نفسها مش سكن اللي هو مرض الجلوكوما صح كده؟ ار بايلاترال اند فاميليال. حد اتاثر بالكلمه دي؟ انا قلت كده عملت اخراج صح؟ حد اتاثر؟ حد حس بحاجه؟ والله انجليزي واضح يعني بايلاترال وفاميليال. حد اتاثر بحاجه؟ بتتكلم على مرض بروجريسيف صح كده؟ بينتهي بلاينس اوبتيك اتشن. بقول لك بايلاترال فاميليال. حد اتاثر طيب؟ حد اتاثر؟ برضه ما فيش حاجه خالص يعني عايز تقول ايه يعني؟ يعني هيتعمي في عينين الاثنين والعيله هتتاثر؟ ما فيش برضه خالص قدر الله يعني اعمل لك ايه؟ انت كدكتور اقول لك كلمه زي كده معناها ايه؟ معناها العين هيجي لك عاده من لطف ربنا سبحانه وتعالى من لطفه عين تسبق عين. يعني مرض لو بايلاترال عاده بايلاترال اسيمتريكال فالعين يجي لك بايه؟ بعين واحده. العين ما يعرفش ان المرض ده بايلاترال. العين في العينتين صح كده؟ فدور الدكتور ايه؟ اللي هو شكوى واحدة you have to examine both eyes and treat both eyes حتى لو شكوى في عين واحدة. ما عملتش كده انت مجرم انت مهمل انا ما اعرفش حاجة صح كده؟ من عندك كده عندك هيكتبها قاعدة كده قاعدة كبيرة جدا عندك في الكتاب كده all primary دي شرطها اصل السكن دي مرتبطة بالسبب عنده هنا ورم بس وعنده هنا اوفيتس بس من عندي بس لكن عندك primary انت عندك مشكلة فيك قدر الله يعني يبقى all primary glaucomas are ها bilateral and familial that's to say I have to examine and treat both eyes even if the symptom is a one eye. صار صعبة كده احنا خلصنا كل حاجة ايه في الديفينيشن مقدمة الجلوكوما. مرض الجلوكوما بتاعنا يا جماعة أمراض الجلوكوما الشابتر بتاعنا كالآتي
في عندنا ثلاثه برايمري هناخدهم ان شاء الله، وبعدين حاجه اسمها سيكندري جلوكومز. طبعا مش منطقي ان اشرح النهارده ايه ولا اي دلوقتي خاص اول سنه ايه سيكندري جلوكومز، منطقي اخر سنه هراجعها معاك. ليه؟ احنا خدنا كل الشابتر. بقول لك فاكر لما خدنا الفيتس ازاي بتعمل جلوكوما، فاكر لما خدنا تيومرز ازاي بتعمل جلوكوما، فالسيكندري جلوكومز هناخدها امتى ان شاء الله؟ اخر السنه خالص. اللي هشرحها دلوقتي في الدروس دي هي ايه؟ برايمري جلوكومز. عندنا كام برايمري، كام مرض جلوكوما؟ ثلاثه. برايمري كونجنيتال ده درس النهارده اسمه بوف ثالمس هناخده النهارده دلوقتي. وعندنا الحصه الجايه ان شاء الله برايمري كلوز انجل اللي هي فتكات، والاسم مهم جدا. الحصه اللي بعديها اسمها برايمري اوبن انجل اللي هي دلال، اسم مهم جدا. انا عندي لسه فتكات دلال والاسم ده مهم جدا. النهارده ايه؟ لسه النهارده مين؟ بوف ثالمس. جاهزين؟ ده واضح؟ عيد حاجه ثانيه النهارده ولا خلاص كده واضح كده؟ طيب ده بتاع الحصه اللي فاتت راجعته بس. البريشر هيجي في اخر سنه ثاني، هيجي صور ان شاء الله، هشرح صور ثاني يعني خلاص، بس فكرين ساعتها. من كام سنه كده؟ دم؟ اتفضل يا حبيبي. تفتح على سطح الكورنيا من بره؟ لا لا لا، بتطلع في الاخر حاجه اسمها كونجنكتايفا هنا كده. تطلع هنا كده الفيسز هنا، هنا في كونجنكتايفا. دي السيميك سيركيليشن بقى، هشرح الصوره احسن. بس كده بس بديك فكره دلوقتي. يا جماعه الكلام ده كله هشرحها صور ثاني، بس هتاخد فكره بسرعه بس. يلا بقى برايمري، انا اديتكم ورقه كده ورقتين معايا صح؟ اه. بس عادي يعني الناس بس عندها مشكله بالمذاكره يعني. الكتاب بتاعي فيه نفس الخطوط ده حالا بالنص كلام شرح بصور. المايند مابس دي ده اللي هشرحه كده خلاصه. انا جايب لك ده عشان تعرف ايه براحتك انت بقى تروح ازاي. بس كده؟ اه هو ده اه. بس كده بس هنا بعد شويه صغير. سهل كده؟ اه براحتك. سهل يا جماعه كده؟ اوكي ما انا دلوقتي هشرح اول حاجه كونجنتال جلوكوما اللفظ بتاعها اسمه ايه؟ بوف ثالمس. اللفظ بتاعها اسمه بوف ثالمس. براحتك بقى. اللي عايز تبعت الكتاب طبعا براحته، اللي عايز تبعت الورقه براحته. جاهزين يا جماعه؟ بوف ثالمس. يلا بقى. اهدوا كده، اهدوا. اهدوا. عشان نفهم بوف ثالمس كويس او كونجنتال جلوكوما عشان نفهمها كويس محتاج تعرف لي لو سمحت رقم حرف تاكا. كم حاجه دول؟ ثلاثة. النهارده كله ايه؟ ثلاثة ايه؟ مش قلنا كده؟ ما عدا انجل خمس حاجات بس، صح؟ طيب تفتكر الرقم كام؟ ثلاثة. يا سلام صح، كل بوف ثالمس ثلاثات. كل حاجة ثلاثات، أقول لك كام تقول لي إيه؟ ثلاثة. تفتكر بو بوف ثالمس، إيه الحرف بتاع اللي يهمني؟ في البو بوف ثالمس بي كلها بي. سبحان الله، سبحان الله خلاص؟ إيه بقى التكة؟ أما أقول لك تكة لو سألتك أي سؤال في الحتة دي تقول لي ما عشان ال تكة دي. هو ليه حصل عشان خلاص يعني دي جابت اي سؤال فين؟ ده مفتاح، ده مفتاح الشابتر ده. ايه التاج؟ لسه هقولها بس هشرحها. بس عايز اقول لك ايه كلمه التكة دي؟ يعني ايه كلمه التكة دي في الموضوع؟ حاجه اسمها الاستيك اوتر كوت. دي التكة بتاعتي. فعملت ثلاثه في الاستيك اوتر كوت. جاهزين؟ يلا. واحد definition of ophthalmos. تفتكر في كام نقطة في الديفينيشن؟ ثلاثة. صح كده؟ واحد اثنين ثلاثة. صح كده؟ definition أول كلمة هي any rise of pressure يعني any جلوكوما، بس أول شرط لازم بي 4 حرف البي أهو بي 4. كام سنة تفتكر؟ فكروا في إيه؟ ما هو نفس السن كام؟ ثلاث سنين. خلاص يبقى لازم الشرط بتاع الأولاني في الديفينيشن بتاعي لازم rise يبقى قبل كام سنة؟ ثلاثة. كتاب الاسم جيت كاتب سنتين. ماشي رايح الزبون مش مشكلة. سنتين لتلاتة مش تفرق كتير. ما اكيد لو قلت فعلا وان يير او تو يير مقابل تلاتة مش فارق معايا كتير بس هي تلاتة. المهم يعني قد كام سنة؟ تلاتة. السؤال التاني بقى يبقى any rise of pressure before 3 years اشمعنى؟ اشمعنى؟ والله حاجة اصل قبل تلات سنين لسه ايه الحالة شوية صغيرين كده في elastic outer coat الكورنيا وسكيرة لسه premature collagen شوية شوية صغيرين؟ صح كده؟ يبقى اشمعنى؟ تقولي عشان عنده حاجة اسمها premature collagen أو soft elastic outer coat. فإيه؟ هيحصل إيه يعني؟ فالضغط بيعلى في العين، هو بيزق كورة ولا بيزق بالونة دلوقتي؟ بالونة. بالونة، فيحصل إيه في العين؟ تقعد تكبر 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 تبقى شبه العيون بتاعت عيون المها. عارفين المها يعني إيه؟ البقر الوحش. ولا حتى عرب مش عارف. البقر الوحش. البقر. بس كده؟ في نزل غزال بس هو أكتر بقر يعني. خلاص كده؟ مانع من البقره بالزيت على فكره دي معاكسه يعني ده بتقرا شعر جهيلي اللي هو هيعاكس واحده ولا كده ايوه يعني عينيها واسعه جدا
بس كده عامل زي البازيل او البقر يعني. خلاصه يعني مش حتى طب اتكلم معاكم في ايه يعني انجليزي مش فاهم عربي ماشي. الخلاصه يعني الخلاصه خلاص فالعين واسعه جدا كبرت 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 عامل زي بافالو بافالو اكس تور يعني ايز. استنتج الاسم اسمها ايه؟ بوف ثالمس. الاوفثالمس اللي هي عامله زي الايه؟ بوف بافلو داي. معنى كلامي اي واحد فينا بعد الشهر كلكم اي واحد فوق 3 سنين لو الضغط اللي في عينيه ايه رايك؟ ما يحصلش الكلام ده بقت شارت الكونجنتال كده. دي حاجه اسمها ايه؟ هي ان كلنا عندنا حاجه اسمها ماتشور كولاجين. بعد 3 سنين كولاجين محترم زود الضغط دي مشكله. عارفين مين اخطر؟ لو كوره ولا بالونه مين اخطر؟ كوره. لو كوره الضغط عندي يدوس على مين؟ على اوبتيك نيرف. ده احل صح كده؟ يا باي ديفينيشن على بعض. يلا بقى ديفينيشن تاني اسمع ثلاث شروط عشان ديفينيشن ليه درجات في الامتحان. واحد هي اتس ا رايز بريشر اول شهر بيفور كام؟ 3 اشمعنى؟ اصل عنده الاستيك اوتر كول فيحصل انلارجمنت اوف ذا جلوب ريسامبلينج ذا بافلو لايك ايز. صح كده؟ لما نيجي نذاكر اي مرض في الدنيا بعد كده في الطب بقى هناخد حاجات كده اسمها يعني تريك معين يعني حاجه اسمها الديموغرافي. في ناس هنا بدات كوميونتي؟ حد بدا كوميونتي؟ تمام. يعني ايه ديموغرافي؟ ما خدتهاش لسه؟ ما خدناش كوميونتي قوي يعني بص الجروبس اللي الديموغرافي اصل في حاجه اسمها توموغرافي ديموغرافي توبوغرافي. يعني ايه الديموغرافي؟ اما دي كده تقول لك ايه؟ بص يا سيدي ده الدامو بتاع كذا. يعني ايه الدامو بتاع كذا؟ مش بحس كده؟ يقول لك الدامو بتاع كذا. يعني قولي العيان ده ايه؟ يعني المرض ده فين يعني؟ انهي سن؟ انهي سكس؟ تبع عينتين وعين واحده؟ انهي ريس؟ فاهم يوصف لي المرض ده. فكلمه ديموغرافي بس هاخدها كده بعد كده. كلمه ديموغرافي يعني واحد ايج انهي سن؟ سكس لاتراليتي فاملي هيستري ولو في ريس فيها معامل الناس يعني. بس هنا في البتاعنا مفيش ريس ولا حاجه. عندنا كام كلمه؟ ها ايج هناخدها كتير بعد استنى بعد كده بقى. ديموغرافي يعني كده على طول ايج سكس ريس قصدي؟ استنى ايج انطلق يلا Before, three years, sex, boo, thalms. للأسف بويز. تقول إيه؟ للأسف بويز. مناسبة عشان أول السنة يعني الرمض كله بلا استثناء الحمد لله females. ما عدا مرضين بس. الENT كله إيه؟ males. ما عدا مرضين بس. صح كده؟ فإحنا عكس الENT. فإحنا الرمض الحمد لله كله إيه؟ females. الناس قاعدة تقول أنت عنصري صح؟ اقول لكم حاجه معلوميه علميه. طبعا هي للاسف بويز هي بويز مور عشان بالاتر بي صح بويز نسبه 85% اكتر من فيميلز. ليه بقول الكلام ده؟ عشان هيستوري يقول لك ا بوي بريزنتس ويذ او لازم عندنا هيستوري كده فجاه اتكى بقى معلومه علميه ليه كنت مش عايز حد يفهمني غلط بس ماشي. اي خليه في جسمك بس كده لو هي اكس اكس اسمها ايه؟ فيميل ولا مين؟ فوق بقى دي صعبة جاي بقى اكس واي خد وقتك خد وقتك خد وقتك اكس واي ده ايه؟ ميل صح؟ طب اكس او ده ايه؟ خدتوه عامل تيرنر سندروم اللي هي ست قصيرة شوية كان اتولد وعاش عاش تيرنر سندروم سميناه تيرنر عاش طيب اكس اكس واي عاش عاش واي او عاش تخيل العلماء قالوا كده قالك the cell to survive لازم females are essential for life متخيل هي المشكله في ايه بقى you cannot live without them صح بس cannot live with them برضه المشكله يعني كده سبحان الله سبحان الله تعقيد ادم في الجنه اللفظ كده حديث استوحش ادم عليه السلام ربنا خلق له حواء يعني كان في حاجه وحشاه متخيل انا بقول لك للاسف بويز مش قصدي حاجه احنا اخوات يعني بس هقول لك بالطبع كله الحمد لله ايه الحمد لله كله ايه في الاخر واحنا عدينا الحمد لله عندك بس احنا قلبي احنا الحمد لله تمام احنا كده تمام خلاص الحمد لله كده ايه تمام خلاص يبقى تاني انا بقى ايج انا هاي بيفور 3 سكس بويز للاسف بويز ايه كده شافوا للاسف بويز خلاص كده كويس قوي لاتراليتي فاميلي هيستري مين هينطلق فيه؟ ايوه بايلاترال اسيمتريكال صح ليه طب ليه بلاتس ميتال مش انا مش صغيرين دي برايمري كوما مش حرف البي بتفكر في ايه مش حرف البي بايلاتس سيمتريكال صح كده طب فاهم ان هيستري بوزيتيف حرف البي بس هي طبعا اسمها بوزيتيف بالبي صح يعني في اللي هي بس يعني عشان تفتكر بس هي طبعا فاهم هيستري بوزيتيف مش احنا قلنا اول برايمري كومز ار بايلاتس
صح كده؟ كويس نسبة عالية جدا، ونسبة على فكرة الانهيرتنس بتاعها عادة اوتوزومال ريسيسيف. انتوا فاكرين خدتوا جينيتكس يعني؟ ده مرض وراثي. عشان افهم يعني كده مرض وراثي. يعني تاني ديموغرافي عشان احنا قاعدين نحفظ دلوقتي، هنحفظ النهارده دلوقتي يلا ايج يلا بسرعه بقى بيفور سكس للاسف اسبوي فاتراليتي اسمها بوزيتيف بلادي بس كده وعنده بوزيتيف فاميلي صار كده خش على تشارجي يلا ايتيولوجي اوف بوفتالوس اللي هي برايمري الاصل فيها احنا دلوقتي ناخد احنا برايمري صح بس ممكن يبقى سكندري نسأل دلوقتي هنا يبقى primary إن الطفل صغير يجيله جلوكوما المرض congenital ده blinding progressive دي حاجة وحشة حلوة هي ظاهرها وحش صح؟ يعني وحش بالإنجليزي bad تذكروا في إيه؟ bad bad كلمة bad كم حرف؟ bad أول حرف منها؟ b سبحان الله سبحان الله ثلاثة b صح كده؟ b-a-d بصوا بقى أكيد المشكلة definitely أقسم لك المشكلة فين؟ في الانجل برافو عليك هو اتولد عنده انجل مشكله صح كده كويس يا ادي العين اهي ادي الكورنيا اهي وادي السكليرا وادي السكليري بادي وادي الايريس قسما في مشكله في الانجل شفنا على كده والله اول واحد ده اللي كتب كده عن كده عن كده ده وده وده كدابين دول ثيريز دلوقتي سايب انا كاتبه لكم في الورقه خلاص سايب مثبت خلاص في ده اتحسن من سنين بس كتاب كتب جديد مش عارف دي حاجه ثيريز قديمه جدا ده خواجه خلاص كده هو بيقول كده يعني هو فحص انجل هو بيقول كده هو الوحيد اللي شاف الكلام ده يعني هو الشخص اللي شاف الكلام ده قالك على فكره فحصت الانجل لقيت الانجل ده على فكره فيه قدامه ممبرين ميزودير سماه باسم فجر والله العظيم فسماه قالك ايه اسمه باركانز ممبرين في حاجه سد الحيطه دي مش ايكو مش عارف يطلع صح كده اسمها كده باركانز ممبرين كان ده ايه فين كلام فين مش فاهم كويس جه واحد بعديه قال له يا كذاب ده بقى كان ايه جرعه تمام قال لك انت كداب مفيش امبرين صح ده شاب ايه بقى رقم 2 ده هنا كان في عضله اسمها ايه لو جيت هنا فاهم الناس كافين الراجل ده شاب ايه بقى شاف العضله طالعه من هنا كده هو شاف كده الحمد لله ملف كده خلاص كده راحت ماسكه فين في الماسك يعني قال لك ده بدل ما بركان القفل مش هوش امبرين ده مين القفل شخصيا الماسل قال لك there is anterior insertion of the sphere muscle بدل ماسكه في السفير ماسكه فين كداب صح كده هي رقم 3 ده بقى ده اصدقهم هو قال لك بصوا يا جماعه لو سنجه في الانجل كده مش شايفين حاجه انا ولا شايف ممبرين ولا شايف مصل فايه ده استنتاج قال لك غالبا اللي احنا مش شايفينه اللي هو مين شلامس كانان ما تكونتش هو استنت كده افتراض ثيوري فسماه كده قال لك there is this genesis of شلامس كانان هو ما شافش حاجه قدام فقال لك غالبا اللي ورا ما تكونش طبعا لفظ ديس جينيسيس ده في سوء ادب شديد مع الخلق سبحان الله يعني ايه ديس جينيسيس عيب خلقي اهو انت المؤاخذه المعيوب المؤاخذه ايه عيب خلقي دي يعني ايه عيب خلقي دي اللي يقول لي يعني ايه السلام القدوس ده غلط ده غلط ده غلط الكتاب كاتب ايه بس بركان كان زي انا بقول لك الصح ايه بقى دي الناس تقولها صح يعني عايز خلاك باين تحليله شفوي خلاص مظبوط الكلام ده هقول لك ليه اقولها ان دي فهمتنا العلاج فحص كل حاجه مش عارفين قال لك بس خلاص مش شايفين حاجه قدامنا ورا هات حته من المشهد ده هنحلله لك الميكروسكوب لو حاجه غريبه جدا لو قبل الميكروسكوب كده لقوا البورز دي ضيقه قوي صاف قال لك بس يبقى عنده اتولد جينيتيك سبيكينج زوم ريسيسيف كروموزوم واحد عنده الترابيكولم بتاعه البولز ايه ضيق فسموها ترابيكيولو ديسجنس ده خلاص مثبت دلوقتي الكلمه دي خدت واحده في الشفوي من سنتين تاخد فيه مارك مش عارفين يعني ها بركان ها 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 طبعا اي كلام انت حاجه بس بقى ريسلي بيقولوا كذا 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 لا امي اتفضل ان دي فهمت العلاج بعد كده انت قصدي ليه فهمت العلاج بعد كده واحده كباثولوجي ايريس افل لا ايريس قافل هنا لا صح ايريس قافل صح يبقى هو علاج ايه ميديكال لما احنا فهمنا ان المشكله ان البورز دي هي اللي مش موجوده ادي ميديكال لا ايه رايك لازم اعمل ايه لازم افتحها معناها تعتبر اوبن انجل بالنسبه لي بس علاجها ايه سيرجري فهمنا كده ما فهمنا ايه باثولوجي ان الحيطه نفسها مقفوله
ميديكال اديه لها منحته مقفوله اصلا. فده فهمني لازم اعمل ايه على طول علاج. يلا ها لازم ايه سيرجري. ده اللي فهمني كده. بس كده يبقى التشارج بتاعنا باد بي 4 باركين اي 4 انتين سيرشن ماسل دي 4 ديجانيسيس. اتحسن دلوقتي ترابيكيلو ديجانيسيس ايزوليتد سوم ريسيسيف يعني جينيتك. فعلاج استنتج علاجه ايه سيرج. سامع كده ده ريسنت يعني ريسنت من كام سنه يعني كلام سهل كده. الحمد لله خلصنا الديفينيشن ديموغرافي اتيولوجي كلينيكال بيكتشر. يعني ايه كلينيكال بيكتشر؟ طبعا انا بزود على الكتاب شويه عشان انا كتاب يعني في حاجات خازلها جامد كده. كده سيمتومز اند ساينز. سيمتومز اند ساينز برافو عليك. سيمتومز وساينز. سيمتومز مين هيشتكي؟ ده عنده ايه ده؟ ام الولد. ده عنده ايه ده؟ شهرين سنه سنتين ست شهور. بص يا انكل انا امبارح يعني هيقول لك كده خالص. مين هيشتكي؟ امه. هيقول لك كده ذا ماذر كومبلينز اوف The mother claims of في الهيستوري. فكده هنا هشتكي مين؟ مامته. مامته هشتكي من ايه بقى؟ والله في حاجات ايرلي وفي حاجات ايه؟ تفتكر الايرلي كام حاجه؟ خد وقتك كده. ثلاثة بحرف بي. حاجه اسمها بلام. ده مش حاجه معترف بيها عالميا احنا مؤلفينها احنا يعني. بس تفتكر هم ايه هم؟ هم ثلاث حاجات ترايات كده اسمه بلام. خلاص كده؟ هشرحها دلوقتي. طب ليد بقى تفتكر كام حاجه؟ ثلاثة. مين هم حرف الايه؟ بلام. اللي اتقدم والله المهم يعني بلاب بلاب. ايه بقى بلاب بلاب؟ تديله تامين اكتر. ليه دي تامين اكتر؟ ده مفضوح يعني. ده جاي يقول لك انا بوفثالموس. لكن الدكتور الصايه شخصه امتى؟ بدري. ففي الامتحان هتيجي عاده بايه؟ بدري. فهمت قصدي كده؟ دي اهم اكتر عندنا يعني. ايه بقى بلاب دي؟ وانت ماشي كده عادي جدا ودخل في عينيك اي حاجه بعد الشر عنك. تسكيه شويه تراب شويه حاجه في عينيك هيحصل ريفلكس. ثلاث حاجات قولهم لي كده مع بعض. يلا هيحصل ايه؟ عينيك هتعمل ايه؟ هتدمع صح. ثاني حاجه هتقفل جامد كده صح. ولو فتحت عينيك في النور العادي ده هتلاقي نفسك مش طايق تشوفه. تمام صح. تريد على بعضه ليه؟ ان الكورنيا اكستريملي سنسيف بروتكتيف. هتلمسني لا هدافع. ادافع ازاي؟ يلا اقفل جفنه بسرعه. بليفرو يعني ايه بليفرو؟ سبازم صح كده. النور الطبيعي ده مش قادر استحمله اكني خايف من الضوء. فوتو فوبيا. دموع لاكريميشن. ده تريات احفظه كده من اول سنه اهو. لو الكورنيا اتلمست بلاب على طول دي معناها الكورنيا ايه؟ اتلمست. ازاي انا فاكر ماشي في الساينس؟ بس فاهم دلوقتي دي اول ساين. ليه دي مهمه؟ مين الدكتور اللي هيشخص جلوكوما بروجريسيف اوبتيك اتروفي في ام جايه تقول لي طفلها يعني بيدمع شويه؟ هاي دكتور مركز. That's why هنا حطينا بقى differential مهم قوي. طبعا عندك تحت كده differential diagnosis of a watering neonate. وخصوصا النيونيت ده ما عندوش دموع. ده هناخده اخر السنه مهم جدا. ايه اللي يخلي الطفل كده يدمع؟ لا اقف عندك لو سمحت. تفتكر كم مره بنديه؟ تفتكر كم مره بنديه؟ ثلاثة. مش هاخدهم دلوقتي. اولهم مين؟ بوفامس. بس كده اول شكوى كونجنتال جلوكوما مش جلوكوما اصلا حاجه بره الموضوع. ايه هي؟ ووترنج اي لاكريميشن. ساعات يقول لك في الامتحان والطفل عنده فريكونت روبنج اوف ذا ايز. اما تاخده ان تي تاخده رمد الطفل ما بيعرفش يعبر عن نفسه صح؟ يعني هو دي وجعه بيعمل ايه؟ بيقعد يعمل كده. هنا بتوجعه يعمل ايه؟ يعمل كده. يعني ده معناه ان انا متضايق هنا مش معناه ان هو عنده هرش. لا الطفل بيعبر في المكان يعمل لك كده. فهمت قصدي كده؟ مش كده ما تحطش اطفال خالص. يعني عندك ايه يا حبيب قلبي؟ عندك ايه يا حبيب قلبي؟ اطفال نلعب معاهم ما تاخدش تقريبا. نلعب صح؟ لكن يشتكي من حاجه ماليش فيه. ماليش فيه. خلاص كده؟ ماليش فيه. اضربه. يلا خلاص. خلاص عندنا بليفروسباز لاكريميشن ها فوتوبول. حافظت؟ ده مهم. اكتب عندك كده كيس في الامتحان. ووترنج يونيت كيس في الامتحان. حاله في الامتحان. جه بقى متأخر. تفتكر في مصر هنا بالذات بيجي عادة بإيه؟ تفتكروا أنتوا إيه؟ ليه؟ ليه طبعًا للأسف. للأسف. مين الأم المركزة ابنها بيدمع شوية كده بقى يعني ربنا يسهل. إيه اللي بيحصل هنا بقى؟ بيفول حاجة اسمها بلو سكليرا. بياض عينيه يبتدي يزرق. هقول لك ليه دلوقتي. الـ ده اتفضح. العين بقت كبيرة. بالذات لما ناتشرال أو أسيمتريكال. يقول لك العين دي بقت أكبر من دي. بعين أهي؟ في دي بقى اللي هي بور فيجن. يقول لك بحط قدامه لعبه ولا حاجه مبقاش يلعبها مش عارف حد يخش عليه مش مركز معايا. يبتدي تشكي من ديفكتيف فيجن فعلا. ولو حصل المرحله دي انت داخل في حاجه اسمها كومبليكيشنز نقولها كمان شويه. يبقى بلاب الاخرانيه بي 4 هقولها حالا ليه؟ بي 4 لوز كلير. ال 4 لارج بلو. بي 4 بور فيجن. لو ادفانسد اكتر من كده كمان الكونيا نفسها هتعتم. حاسمها الكونيا الهيز. كل ده هيبان في الساينس حالا. لو اكتر من كده كمان مش بس عين كبرت وعين ازرقت لا الكونيا نفسها هتلاقيها معتمه كده شويه.
اشرح لك حالا في الساينس دلوقتي. كلام سهل. تفتكر في مصر ليه بقى مشكله تيجي متاخره بالذات يعني بالذات ابوليشن عندنا مثلا او في الجيرديش ليه تيجي متاخره في السجع عاده؟ خلاص عارفين ليه؟ عارفين الحقيقه بجد؟ انت عايزين الحقيقه صح؟ هو ده كوميلي بوي ولا فيميل؟ بوي. بوي. تخيل طفل اتولد اوكي بعد شويه عينيه بتوسع كونه ولد ادي اول ايه؟ حاسده صح؟ بتوسع لا بقى صح؟ بتزرق يعني واسعه وزرق ده انتقام مش صح؟ خطوط انا بكلم جد انا بكلم جد اللي عند يوم ما بشوفش ايه ده ما بيشوفش خلاص كده؟ اللي عندي بتجي لنا عياده ساعات في الدمرداش الولد ده لابس جيسن جيب ولا حاجه ايه؟ انت لابس فستان ايه؟ لبس في ميلز يعني اي حاجه لبس في ميلز وداخله كده هيك اسمها ايه؟ محمد حضرتك انا بكلم جد انا بكلم مش عاوز على فكره يعني بيفضل متاخر متاخر يوم خلاص مش شايف تشتكي العين ساعتها يعني هي شايفه ان يعني بتوسع او بتزرق دي علامات ايه؟ جد. بالذات لو بيلاتر مش فارق مش واضح قوي الدرجه دي فهمت حاجه ولا لا؟ انا بكلم جد بهزر دي ثقافه فعلا مع ان سبحان الله فعلا سبحان الله فعلا يعني يهب لمن يشاء ويد اول ربنا بدا الاول ربنا بدا بالستات الاول سبحان الله عندنا غريبه خلاص خير في البنات حكايه ربنا يرزقك يعني لما عندك ولد ده ده زباله ده خير في البنات ليفل تاني بنت وتابوها ليفل تاني يلا معايا مش باين باين يلا معايا طب جاهزين كده شباب ايرلي ايرلي هيا يلا ايرلي ايرلي بلاب تتحفظ دي تتحفظ صم اصل قال لي في الامتحان واحد عنده هيزي كونيا ولارج لوب عايز ايه تاني؟ يعني لو قال لك ده في الامتحان ككيس خلصت بقى صح كان هو ممكن معاك فين ووترنج يونيت دي اللي افتكرها لو سمحت ووترنج يونيت يبقى فتنس ممكن يمنع الحملات سهله كده خلاص الحمد لله قلنا هيزي كونيا خلاص كده خلصنا السيمبتومز بالمره نيجي بقى لمين الساينس الساينس عندي كبيره خلاص الساينس دايما ناخدها عشان في رمض اول حصه هو دايما تاخد الساينس دي من بره لجوه احفظها كده عشان ما تنساش حاجه ما جاش رمض قول لي كده من بره عامله ازاي لغايه جوه العين مع بعض كده نرسم مع بعض يلا ادي كورنيا اهي ادي المنظر اهو سكير اهي صح كده؟ ده منظر ادي كورنيا اهي سكير اهي عشان ما انساش حاجه مبدئيا كده انا باصص من بره كده لمسته بحاجه لا العين دي كبيره حكايه احساس خاطئ ان العين ايه؟ طالعه قدام هي طالعه قدام؟ لا النق ليه؟ يعني دي بروبتوزز؟ النق ليه؟ ايوه ليه بقى؟ ما انت اهي النق حضرتك ليه بقى؟ لو ده الاوربت ودي العين خلاص كده؟ لو عندي ضغط هنا زياده زق العين المشكله فين؟ عين ولا اوربت؟ اوربت يبقى دي اسمها بروبتوزز، بروبتوزز ان عندي مشكله في الاوربتال بريشر زق العين، حلو كده؟ الزبون ده كده؟ لا العين دي في مكانها مفيش ضغط ولا حاجه بس مالها؟ كبيره هنا هعالج اوربت ولا عين؟ عين يبقى بروبتوزز فسميناها ايه؟ سودو بروبتوزز انت مش مرض بروبتوزز انت مش مرض اوربت انت مرض ايه؟ عين صح كده يبقى اول حاجه external appearance ادي اول sign external appearance there is pseudo exophthalmos او pseudo proptosis هنقعد بناخد differential بتاع ايه proptosis زمان براحتك حبيبي بس مش عارف الناس انت هتستحمل ولا لا او خليه swing فوق بقى خليه swing فوق او غير مكانك لان كله عايز كل هنا عايز يقفل التكييف لا خلاص ما بتكلمش زمان بس قاعد شايف؟ كده كويس؟ يلا يا جماعه العين في مكانها بس كبيره قوي. فانا احساسي انا ببص عليها كده احس ان ايه؟ طالعه قدام. طالعه قدام دي يبقى في حاجه زقاها. اللي عندك في حاجه زقاها يعني في حاجه في اوربت يبقى انت مش بروبتوزز. انت في مكانك بس كبير. ان انا هنا علاجي موجه مش للاوربت لعينيك. بس كده اسمها السودو بروبتوزز. بس كده كلام جميل. من بره لجوه يلا اول حاجه خلاص اسمها فينس كورنيا وسكيره مين يسأل حالا دلوقتي؟ سكيره سكيره حطك ايه؟ بلو ليه بلو؟ انت عملت زق 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 مين تحتك على طول؟ يوفيال تراكت اللي هي كان خاصيتين فاسكلر بيجمنت يوفيال بيجمنت انت عمال تكبر تكبر كده السكيره ثابته هيحصل السكيره دي هتبقى عامله ازاي؟ فين 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 مين ابتدي يبان من تحتيها شويه؟ البيجمنت حسب درجه بقى ابيض مع بني يديك شويه جري بلو كده فتحس البياض ده لونه ابتدى يزرق كلمه بلو سكليرا معناها طبيا ثين سكليرا صح انا شايف مين تحتيه دلوقتي يوفيال تراكت
يبقى دي upper line يعني ان اللي معنى كده يعني blue sclera معناها ان عندي هنا sclera thin فانا can see visibly نسبيا اللي بيها تحتيها. بس كده دي حاجه advanced طبعا حاجه very late انها late خلاص وقت late صح كده يبقى sclera thin and blue سهل كده الكلام؟ كورنيا اللي مش هيكتب كورنيا في الامتحان بتاع مفتلمس زيرو. عاوزين نشوف الصفحه دي كده هتلاقي عندك كورنيا مكبرها جدا اللي عنده ورقه بتاعي صح؟ وهتلاقي في الكتاب برضه مكبرها جدا صدفه مكبرها صدفه صدفه كده صح؟ عايز اقول لك ايه؟ ما تتنسيش هتلاقي صفحه كلها الحاجات الكبيره دي الخلاصه بس كده البولد في الكتاب الخلاصه هدور عليه في الامتحان فالكورنيا لا دي كورنيا عارف ليه طيب؟ ليه طيب؟ ليه كورنيا اهم ساين؟ برافو عليك اما اقول لك ليه في الشابتر ده تقول لي ايه؟ عشان اوتر كوت هي كورنيا مش اوتر كوت اللعبه كلها فين؟ الأوتر. في الاوتر كوت يبقى اللعبه كله هنا صح اوكي مش اتفقنا على كده اما اقول لك ليه تقول لي ايه اوتر كوت بلاست صح ليه في كورنيا بالذات عشان هي الاوتر كوت لازم الاوتر كوت يلا بقى كورنيا بقى هتكبر هتكبر يبقى لارج قيسها زي لارج دي هي كورنيا عشان تفتكرها تفتكر كام ساين تمام بايه ثلاثة سبحان الله كده اتش 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 مش احنا بنقول صح يعني كورنيا اهم ساين اتش 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 يا اول اتش هقيسها هتقيسها ازاي حاجه اسمها ذا هوريزونتال كورنيال دايمتر اقعد يا حبيبي هجيب كده برجر كده اهوت واحطه على الكورنيا كده ليمبس تو ليمبس ايه الاخبار الطبيعي الورده ما يتولد تقريبا الكورنيا سنتي 10 مللي انا وانتو 12 مللي صح العدد ساعات يوصل 14 15 مللي الاستك اوتر كوت صح كده فانت عندك دي ساين مهم جدا في الامتحان ذا هوريزونتال كورنيال دايمتر ده اللي بيوصف اوتر كوت ادي اول اتش تحتيها سطر يعني حتى عندك كده عامله كبيره قوي عندك انت خدت بالك رقم 2 زود اكتر زود اكتر هتفكر الكورنيا كان عباره عن ايه كان في جبنتين كده هتفكر دي اول جبنه بومنز دي ثاني جبنه داسمنز لاستيك صح يلا ادي الكورنيا اهي شد 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 مين ممكن تقطع داسمنز بومنز مش بومنز حتى من ستروما انسوا خالص فانت عملت شد الممبرين فعلا ان هو داسمنز اتقطع داسمنز ممبرين كان وظيفته ايه حد فاكر مع مين مع الاندوثيليوم قطع داسمنز في مضخه مستنياك والضغط اوريدي عالي هيعمل ايه هزق مين جوه الكورنيا ايه كونسيومر ايه كونسيومر مكانه الطبيعي جوه كورنيا لا لا الكورنيا اتلمست كورنيا اتلمست دافع بحاجه اسمها ايه بلاب يبقى ليه حصل بلاب عشان حصل كورنيا القديمه ليه حصل كورنيا الهيز عشان كورنيا القديمه ده تفسير بتاعها تاني حاضر داسمس ايه هو داسمس امبرين اه شد الداسمس شد الداسمس شد الداسمس الضغط العالي ده هيزول الايكوس جوه كورنيا جبرا خلاص قطع وانس حصل بريك في الداسمس امبرين وحصل كورنيا القديمه الكورنيا النيرفات بتاعتها اتلمست دلوقتي دخل ميه جنب النيرفز المخ يفهم ايه في خطر على الكورنيا اعمل بليفرسباز لاكريميشن فوبيا كورنيا تعتم لما خدنا كورنيا ترانسبيرنسي قلنا اهمها فينيا داسمتس اتعور ايش ترانسبيرنت نيموبي ده تفسير الساين الثالثه لكورنيال هيز وتفسير ايه الام تشايلد تشوف حاجه اسمها كورنيال هيز انت يحصل كورنيا القديمه تعتم الكورنيا تقول لك زرقت عينيه والنين يعني نفسه لونه ابيض تقول لك كده النين يعني هو السواد يعني لونه ابيض شويه صحيح يبقى كان عندي كام اتش بقى؟ واحد اتش هوريزونتال كورنيا دام تاني اتش هيز ليه حصل دي؟ عشان حصل في النص مزع في الديستنس مبرين المزع ده تفتكر انت تفتكر انت فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ هوريزونتال زي ما بقيس الهوريزونتال دامتر بيحصل هوريزونتال بريك الديستنس مبرين وسبحان البديع فعلا ربنا خلق لك الساين والخواجه اللي يوصفها بنفس الحرف سبحان الله خلاص قيس بقى الخواجه بقى ادي اتش اهي بص حط اول حرفين في البلد الانجليزيه اول الفابيتيكال لترز ايه هي A و B ادي A A B اسمها هابستريا كان سؤال تحليل السنه اللي فاتت في الديفينيشن كان ديفاين هابستريا ومفاجاه اللفظ ده مش مكتوب فين كتاب الاسم بس كده هو شارحها قال لك هوريزونتال بريكس ان ديسنس اند برين فول ستوب سال اخر سنه قول لي يعني ايه هابستريا واصله مش واصله بس كده يعني ايه بقى هابستريا ولا اسمها بعضها ها ها تاني هابستريا ها ها horizontal break in decimals عشان امسك كيو horizontal دي كلمه decimals كلمه لان هناخد بقى مره تتشرف الكورنيا بعد كده ان شاء الله مره الكورنيا اسمه كراتوكونس كراتوكونس ده سبحان الله بيحصل حاجه اسمها vertical stripe في الكورنيا تفتكر خواجه هيبقى ايه حرف الايه هناك فوكت هناخدها بعد كده ان شاء الله يعني فالهوريزونتال هاب والفيرتيكال فوكت هناخدها في الكورنيا بعد كده ان شاء الله سهل كده خلاص يبقى الكورنيا كام حاجه يلا بقى عشان خلاص يعني اهي 3 اتش هوريزونتال ديامتر هاب ستراير اللي عباره عن هوريزونتال بريكس ان داسوس امبرين وهي نتيجه الكورنيا الايه؟ ايديما وده اللي فصل لي كل جه بعد كده خلاص كلام سهل يا جماعه كده؟
خلنا كونيا وخلنا سكيرا مش جوه شويه يلا يلا سهله وصعب عليكم يلا سهله بعديها لا خش جوه بقى خلنا كونيا خلنا سكيرا خش جوه ايه اول حاجه تقابلني انتي شيمر كلمه واحده بس انتي شيمر تفتكر انت هيبقى ديب ولا شالو ديب احنا اهو الضغط عمال يزيد الكونيا يزود الكونيا احنا نبقى ديب ولا شالو ديب the only primary glaucoma with a deep anti chamber is بوفثالمس ام سي كيو دي الوحيده اللي ديب سؤال ليه اشمعنى صح كده بس كاوتر كوت دي الوحيده اللي كده طب ده سؤال ده حاجه تفرق خلاص ناخد حصه جايه ان شاء الله مش كده خلاص يبقى دي عندنا انتي شيمبر ديب دي ام سي كيو ليه عشان عندي الاستا كاوتر كوت صح كده طب يلا اللي بعديها بعد انتي شيمبر في ايه ايرس وفي لانس مش كده ايرس تركيز اسرعته هدي ديك حاجه دي كده اللانس دي اللانس ده مين ايرس صح كده ايرس ماسك في مين سكليرا بودي اللي هي ماسك في مين؟ سكليرا اللي هي مين هنا؟ الاستك يعني حصل كالاتي صح كده؟ سكليرا دي بتبعد بتاخد معاها سكليرا بودي بتاخد معاها ايرس ونفس الوقت بتاخد معاها الزنيول بتشد فيحصل ايه في اللانز؟ هي كانت كده يلا شدت نيول تبقى مور فلات ولا مور كيرفد؟ مور فلات ترجع ورا حصل حاجتين الايرس ده ابتدى يبعد 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 والناس بقت تبعد 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 صح فالسبورت اللي كان موجود بين الايرس واللينز دلوقتي كده كان زمان الايرس نايم على اللينز كده اما الايرس بعد واللينز بعدت في سبورت قدام عينيك تفحص العين كده هتلاقي الايرس بيعمل كده اهو الايرس على حاجه فيري سوب ملايه صح كده تخيل الايرس على اللينز كده اما بعدوا عن بعض ابتدى يحصل ايه تريمولس ايرس كلمه تريمولس يعني بتهز الايرس بتهز دي معناها حاجه واحده بس معناها الايرس بعد عن اللينز تاني ادي اللينز اهي ادي اللينز اهي كل ركز معايا وادي الايرس اهو هما لازقين في بعض؟ لا بس الايرس نايم عليها صح؟ اما الايرس ده اتشد من هنا بعد اهو بعد بعد والزنيول ده شد اللينز برضه بقت مور فلات ورا بعدت فالمسافه دي ايه؟ بعدت كانت كده زمان صح؟ فالايرس الملايه ده مش لاقي سبورت على حاجه مش نايم على حاجه ابتدى يحصل له ايه؟ حزه صح؟ دي اسمها تريمولس ايرس الدلع بتاعها اسمه ايه؟ ايريدو ايه؟ دينيسز اسمها كده كلمة على كده لكم كلمة تريمولس لا اه بالظبط كده عين تكبر جدا بس كده اسمها تريمولس ايرس او ايريدو ايه رد عليا دينيسز لفظ دلع كده وانا كاتب تحتيه على طول عندك كده اللينز مالها فلات ورجعت ورا نفس اللفظ صار كان كده دينا سهله عشان ما نطوش من بعض يلا بقى انا اقول كلمه ترد عليا سكليرا ثين اند بلو كورنيا هتنساها صفر اللي مش هيكتب كونيا ساينس بوفتالمس ما كتبش حاجه خالص يقوم يختار خمسه اصحابه سيفتي مارجن اتكل على الله عشان بس العدوى بس اكتر بس انت نسيت اهم ساين قوم اختار انت تعالى معايا تعالى معايا واتكل على الله السنه الجايه ان شاء الله كورنيا كام حاجه؟ ثلاثه بحرف ال اتش اتش 4 هوريزونتال دامتر الطبيعي سنتي يبقى اكتر من كده اتش 4 هاب سترايك ديفاين هوريزونتال بريك ان داسمنت تعمل كونيا هيز كونيا اديما ده اللي فصل لي كل السيمز قبل كده بقى صح كامل خش جوه اكتر بقى انتي شيمبر كلمه دي ام سي كيو ايريس لينز تيرمينس رجعت ورا الحمد لله خلصنا ساينس بتاعت ايه بوفتالمس بوفتالمس صح كده قول لي انت فاشل قول لي انت فاشل حضرتك فاشل قول لي اي حاجه انا مش هكمل قول لي انت فاشل بوند على شيء تعدي هنا قول لي انت فاشل اتكلم اجيب قول لي انت فاشل عشان العيان ده عنده جلوكوما ترجع تقول لي كام حاجه بريشر فاندس فيلد انجل والله فين هو العيان ده جلوكوما ولا مش جلوكوما ده مش جلوكوما انا كل ده بوصف حاجه واحده بس الاستيك اوتر كوت عين كبيره انا كل ده بوصف كلمه بوفتالمس بس فين تشخيص الجلوكوما ردوا عليا قول انت فاشل بقى عشان ما قلت خلصت الساينس كله قال ايه؟ اه خلصت الساينس، اي كلام اخترناك، اي حاجه خلاص يعني. خلصت الساينس؟ لا انا بشرح ساينس اسمها ساينس اوف بوفتالمس، لكن في ساينس اوف جلوكوما اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه، صح ساينس اوف جلوكوما اللي هي ايه حضرتك؟ مثلث وسهم، برافو عليك. صح كده، الحمد لله على السلامه. ده جلوكوما، يعني عندنا ساينس اسمها اثنين. يعني دي التكه بص على التكه بس صح كده؟ مع بعض بسرعه بقى يلا بريشر فاندس فيلد انجل بريشر ايه رايك؟ علي الواطي؟ علي طبعا بس انا اتوقع يبقى اقل من المتوقع
ليه؟ يعني اكسبكت ضغط عليه بس less than expected شويه ليه؟ لا صح كده خلاص كده فينا بعض. يعني ايه البريشر less than expected؟ الاستيك اوتر كور بالونه مش كوره. يعني اتوقع يبقى 50 قال لي مثلا ايه 35. هو شخص حلو بس انا مش زي ما انت متخيل. صح كده يبقى بريشر هاي بس less than expected. اندي جوني اوس اي هلاقي ايه يعني؟ هلاقي شبكه الجينيسيس باركانس برين انجل انومالي ايتيولوجي يعني هلاقي ايتيولوجي تمام يعني هلاقي دي صح كده؟ خلصت من بريشر خلصت من انجل الفندس كلمه هشرحها بالتفصيل حسب بعد الجاي اللفظ اسمه ايه؟ كوبينج هتلاقي كاتب عندك كده كوبينج نتيجه حاجتين وبتاع في حواقي صح؟ انساه دلوقتي هشرحها بالتفصيل امتى ان شاء الله؟ في الاوبن اكل يوم مره واحده خش على الفيل بقى عندك كام سنه ده؟ 3 فيلد يعني ايه؟ اقعد هنا لو سمحت حب قلبي كده بص في النص بالظبط على الجهاز نص ساعة هو اتحرك عينيك اما يصار لك اي حاجة على الجنب ما تبصلهاش اعمل كده زرار نشوف تحت مش ده مجال ابصار؟ ما لو عمل كده بقى ايه؟ فيجن عشان تقيس فيلد بص انا كده هقعد اقيس لك كل المنطقة دي في نص ساعة ده عندك قد ايه؟ 6 شهور بص حضرتك كده بص حضرتك ينفع اعمل فيلد؟ لا صح طب هعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش تقولي فتحان فيلد اصلا فيلد ايه ده عنده سنتين ما ينفعش فيلد ده انت هتزهق فهمت قصدي؟ القدر نفسه ما بيستحملش العرش ده بيقوم صح كده؟ ثابت نص ساعة ثابت الموضوع مش سهل يعني فمش هعمل فيلد خالص هستغنى عنه بايه بقى؟ هبدله بايه؟ ايه هنا التكة؟ لا استغنى عنه قيسه ها؟ هوريزونتال ديامتر وقيس العين كلها على بعضها دي التكة بتاعتك استغلها بقى هعمل حاجة اسمها الترا ساوند هقيس حاجة اسمها the axial length of the eye الطبيعي كم ملي حد فاكر؟ 24 24 في الأدلت في الأطفال 16 فحصل العين ده لقيته 24 مثلا لا ده كده كتير قوي على سنه فأنا جاي أتأكد العين إيه؟ كبرت فأنا هبدل الفيل بحاجتين مقاسات دول أهم ساينز عندنا على فكرة وكتاب القياس عندكم بيتكلم في دول أساسا بس هما حاجتين دول هما أساسات من الآخر اللي هي إيه يعني؟ هوريزونتال كونيا دامتر بكاليبر تاني حاجة الترا ساوند هتلاقي إكس كبيرة هو الكتاب اختصر شرح لك إيه بس التكة وخلاص العين كبيرة عرفتها ازاي؟ ان كونيا كبيرة وسليرة كبيرة فهمت قصدي؟ ده الخلاصة لكن عايز اسألها في الامتحان بس الكتاب كده بتنزل بالذات اللي هو هورزونتال كونيا دايمتر اند الترا ساوند هتلاقي اكس لينك كبير سهلة السنة يا جماعة كده؟ خلصنا السنة في الكومة قلقتوا مني صح؟ خلصنا الحمد لله خلاص كده؟ يعني خلاص كده؟ خلصنا كده خلاص كده؟ سهلة بتعلمس سهلة بتعلمس سهلة بتعلمس تمام؟ خلاص؟ يلا كومبليكيشنز اند مانجمنت يلا يا جماعة يلا مش فيه كويس انا لا انا مش عارف اعمل فيلد عشان ده خلاص صح كده فايه بديلي طيب هعمل ايه بقى تاني بقى يعني مش علاقة بينهم انا عشان خاطرك بس يعني شيلي واحد يعني احنا متحامش عندي فيلد اصلا يلا يا جماعه شش نادى ايرس تريمينس الايرس كان نايم على اللينز اما الايرس بعد عن اللينز بقى بيهز بس يعني شيكينج ايرس دي شيكينج ايرس دي اسمها معناها عندي ايه؟ معناها الايرس بعد عن اللينز ايه اللي خلاها تبعد تتزقت يعني دي ساين اوف ستريتش يا ستريتش يا جماعه تريمينس ايرس يعني ايه؟ حد عنده قطة؟ ما عندوش قطة محروم خلاص كده حد عنده قطة؟ بلاش حد عنده حصان؟ ولا حد عنده قطة؟ لو شفت حصان حاجة مش عارف كده بص على رقم الحصان ده اللي عنده قطة هات القطة بتاعتك كده اهو ما عندهاش قطة في الشارع هات قطة في الشارع روح تاجر اهو بعد ايديك حطها على ظهرها بس هتلاقيها مع شوية ايه بتعمل هزة كده صح كده هو ده احساس تريمنس يعني حاجة شيكي كلمة تريمنس يعني كده شيكي بس كده الحصان عنده بلاتيزما هنا جامدة جدا هو واقف كده تلاقي حاجة واقفة تلاقيه عمل هزة كده ده بيحصل جينيس يعني شيكي كلمة جينيس يعني شيكي اللفظ العلمي دينيسز هسألك سؤال واحد عنده فيكو دينيسز فيكو دي يعني لينز يعني لينز بتهز لينز بتاعت العين خلاص ايريدو دينيسز ايريدو بيهز فهمت قصدي كده؟ كلمة جينيس يعني فيكو عايز تجيب تكييف؟ اتفضلي كام سنة كده؟ يلا بقى complications and management of both times عشان نخلص ان شاء الله هنخلص ان شاء الله هنشوف النهارده ثلاث عمليات كده عشان انت تكبر ما تيجيش الكوني تبعد 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 ايس بيبعد بيبعد الاوضه بعيده قوي
يلا يا جماعه كومبليكيشنز. الكتاب مش كاتب كومبليكيشنز طبعا للاسف يعني، هنقولها طبعا. هي سهله جدا. هنا عنده كونيا ايه؟ عنده كونيا ايه هنا؟ كونيا ايه؟ هيز. ليه عنده هيز؟ قديمه قديمه. طب سبتها تخيفها، تخيفها بايه؟ سكار. يبقى كونيا سكار صح كده؟ طيب هنا عنده اللينز مالها؟ رجعت ورا وبتتشد صح؟ ايه اللي بتشد؟ الزنيول. زنيول. طب شد كمان، شد كمان، شد كمان، ممكن توقع ايه؟ اللينز يتقطع. يتقطع الزنيول يحصل ايه في اللينز؟ تقع. والله تقع بارشل اسمها سبلكسيشن، وقعت كلها اسمها ديسلوكيشن. على بعضهم اسمهم اكتوبيا لينتس. يعني ايه اندومتريوزز؟ In two words define endometriosis بكلمتين فقط. يعني برافو ectopic endometrium. ان كلمه ectopic في الطب معناها نسيج طبيعي في مكان غير طبيعي. فاندوميتريوزس يعني انت مكان اندوميتريوم طبيعي بس بتلبس، لا مش طبيعي. فاقول لك ectopia lentis لينس طبيعيه بس واقعه تحت مش طبيعيه. فكلمه subluxation او dislocation الدلع بتاعها كلمه ايه؟ ectopia lentis. فانت افتكر الساينز اطلع منها بكومبليكيشن. كونيال هيز تبقى سكار. اللينس ديسبليس تبقى اكتوبيك، بيجي لها كتر تعدل تبوظ راحت مكانها صح كده؟ سهل كده. ثلاثه هو ده جلوكوما. ده جلوكوما بروجريسيف. يعني هنتين ايه في الاخر؟ بلايندنس. لو ما عادش حاجه ربنا يسهل حقه ان شاء الله. بس قصدي يعني لو سبناها يحصل ايه؟ اوبتيك اتشف. يبقى اول حاجه الكومتس اوبتيك اتشف. هتفتكر الساينز اللي هي الكوبينج دي لفظ الكوبي ده هنتين في الاخر ايه؟ اوبتيك اتشف. فاكرين الساينز ورا بعضها. انا بقى زودت كلمه جايه رقم اربعه اسمها امبلايوبيا. عشان كده كانت كومبليكيشنز اصلا. ايه بقى امبلايوبيا دي؟ هناخدها بالتفصيل جدا في السكوينت ان شاء الله. انت عامل سكوينت بالتفصيل جدا. بس انا يعني كسر وظيفي. يعني انا عندي، انتوا عارفين اهم رحله في حياتك كلها اني رحله؟ اهم رحله في حياتك كلها that defines your life طولها 10 سنتي. البيرث كانال ديليفري. لو ال 10 سنتي دول حصل لك يعني شويه هايبوكسيا هاتيش متخلف صح؟ يعني اهم مرحله في حياتك امتى؟ دلوقتي. اتولدت دلوقتي. تاني اهم مرحله في حياتك كلها اول 6 سنين. عايز تزرع قيم، مبادئ، اخلاق، فكر اول 6 سنين. مش احنا ما تربيناش يعني مش قصدي حاجه، احنا كويس صح كده؟ يعني هتلاقي بره 6 سنين عندهم مقتل. يعني بره بيهتموا بالسن ده بطريقه مش طبيعيه. يعني ده بيزرع فيه كل حاجه. بس يعني سبحان الله فعلا. وال 6 سنين دول بيحصل علاقه بين المخ والعين. كلنا بنتولد فوبيا مش موجوده اصلا، اماتيور. ليه؟ ظلمات في ظلمات في ظلمات اسمها فوتو. شايفه لايت؟ لا. فبنتولد فوبيا مش ماتيور. ايه ده في لايت يا جماعه؟ انت نتدرب 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 على مثلا 6 شهور سنه في الارض. واضح؟ فانت بتولد دي لسه بيحصل علاقه تكوين بين فوبيا والايه؟ والبرين. فلو حصل مشكله in the first 6 years of life وما تعالجتش before 6 years of life هيحصل لك حاجه اسمها امبلايوبيا. يعني المخ اهمل العين دي وهيحصل لك حاجه اسمها ايه؟ سكوينت. تفاصيل الكلام ده هتشوفه انت بقى فين؟ في سكوينت. ساعتها اقول لك سي ايه؟ جلوكوما. خلاص المهم يعني خلاص يعني هي سي سكوين. بس خلي بالك دلوقتي ان اي مشكله بيفور 6 years ده عنده كام سنه؟ عنده 3 سنين او سنتين. يبقى اكيد عنده خطر. خطر. كومبليكيشنز يلا افتكر الساين. واحد يلا بسرعه بسرعه يعني خلاص هتخمد. هيز بيقلب سكار صح كده؟ اثنين لانس تتشد تقلب اكتوبيا لانتس سبلكسيشن ديسلوكيشن كاتراكت كوبينج يقلب اتروفيك. الثلاثه بتوعنا صح كده؟ اخر حاجه عندنا كنا سنك صغير بيجي له حاجه اسمها ايه؟ امبلايوبيا. بيجي له حاجه اسمها ايه؟ سكوينت. لازم عليك بدري. كلام سامع كده؟ كلام سهل؟ بصوا بقى ركزوا معايا اسمعوا بقى. احنا قلنا في اول حصه خالص والله ربنا خلاص ان شاء الله كلها ساعه خالص. اول حصه خالص عندنا ايه بقى؟ خلاص؟ انتوا خيرتوني ما اروحش. اقعد معاك ولا امشي؟ لا اقعد معاك طبعا. مش عايز يلا بس يلا. عايزك تقعد هنا على الياس يعني ايه يعني هو يخلص امتى؟ ما فيش اجابه السؤال ده. بس هو كده هو خلص لسه ما ماشي. عايزك تبقى كده خلاص كده تخش الدرس بيع نفسك انت متبيع ولا حاجه خلاص كده. يلا بقى احنا قلنا اول درس ايه؟ قلنا البرايمري ايتيولوجي فاكرين باد بيزونيسس. اول حاجه فوق هنا كده ايه؟ سكند. كم حاجه؟ الرقم خلاص ثلاث حاجات. اول حاجه سكند يعني عندي مرض عمل كده خلاص كده. اهم واحد تحفظوه دلوقتي ورم. ورم ده بيجي قبل 3 سنين في الطفل. ورم فيري مالجنت طالع في الراتنا. هناخده بالتفصيل جدا ان شاء الله في الراتنا ان شاء الله في تيومرز. بس دلوقتي اسمه كده طالع من الراتنا اوما يبقى اسمه ايه؟ راتنا بلاستوم. مرض فيري مالجنت.
من ضمن اعراضه ان الضغط بيعلى، بس بيجي قبل كام سنه هو؟ ثلاث سنين. هيعمل ايه؟ مفتعنس. هو ده برايمري؟ يعني هعالج الكوما اللي عنده ولا هعالج مين؟ الريتنوبلاستوم. انا كده عندك حاجتين تانيين، حاجه اسمها ار او بي موجوده في الريتنا ان شاء الله، خلاص، وحاجه اسمها يوفيتس. هاخدها بعد كده يوفيتس. دلوقتي عايزك تركز معايا في كلمه ايه؟ ها؟ الريتنوبلاستوم. ده ايه ده تاني؟ ورم. ماله؟ ماليجنت. بيجي بايلاترال قبل ثلاث سنين، واول سبريد اوبتيك نيرف برين. خطر؟ جدا خطر. وليه اسالك حاجه دلوقتي؟ ان ممكن بوفتالمس يبقى سببه ايه؟ ريتنوبلاستوما. انت دكتور صح؟ جالك طفل عنده بوفتالمس، ايش عرفك انه برايمري سكندري؟ لازم ايه؟ افحص صح؟ دلوقتي عنده ساين اسمها بوفتالمس، ليه سببين؟ اه طبعا. لو ما لقيتش ده يبقى انت ايه؟ برايمري. يبقى انا اديك قاعده كده مربع عندك، مربع كده على الجنب صح؟ زي اسمك. مربع ده حاله في الامتحان زي اسمك. انا كده عندك ايه؟ اني بوفتالمس انا كدكتور هعتبره از ريتنوبلاستوما انتل بروفد اذروايز، حاله في الامتحان. انا اي بوفتالمس انا ما اعرفش، افحص ادور على ايه؟ ما طلعش خير وبركه، بس انا موجه لايه؟ بلاستوما. طب اعمل ايه يعني؟ هيقول لك انت بتحب تعمل ايه يعني؟ لا هو اسمه ريتنو، يبقى افحص ايه؟ ما شاء الله فندس صح. فندس هعمل حاجه اسمها فندس اكزامينشن في اني عين؟ الاثنين. ليه الاثنين؟ ان الورم ده ايه؟ بايلاترال. طب عنده كورنيال هيز، كورنيال اديما، عنده كاتراك، مش عارف افحص فندس. في اوباستي اهو، الراجل بتاع عينك عنده كورنيال كاتراك، تحب تعمل ايه؟ الترا ساوند. قاعده زي اسمك، اني بوفتالمس از تمام معايا ده ريتنوبلاستوما انتل بروف اذروايز. ذاتس تو سي لازم اعمل بايلاترال فندس مع فول ميدريزز لو كلير ميديا، كورنيا كويسه، لينس كويسه، او بايلاترال ذا ساوند لو عندي اوبيك ميديا. هسالني في سؤال هيزي او كاتراك، صح كده؟ اللي انا قلته ده معناه ايه؟ ده ماما ده عنده بوفتالمس ورم. انا قلت كده؟ هو خبيث يعني الحمد لله. روح المخ على طول، هو حط ابوهم ايه ساعتها؟ انا قلت كده؟ اصل الناس فاهمه انتل بروفد يعني كده. لا الدكتور الكلمه اللي هنطقها يور تريتنج ا هيومن بينج مش جلوكوما. انا عمري انسى ابدا كنت نايب كده صغير، كنت لا كنت في سنه سته خمسه. كان في نايب صغير كده جونيور في درس نسا، كان في حاجه نسا يعني. كان هو بيبحث عينة صغيرة كده عندها 18 سنة 20 سنة، عندها ورم هيتوباثولوجي فيري رير اسمه ساركوما بيترويدز. فيري رير اللي هو عامل زي الكارف. المهم يعني ان هي كده عامل سبب، كنت انا طالب قاعد كده عندها 20 سنة بس كده، هو بيفحصها لا الورم ده. فهو من فرحته كدكتور اما لاقي حاجة رير عبر عن فرحته قدامها، ايه ده ساركوما بيترويدز؟ صح كده؟ انت حاجة ساركوما. عشان احنا للاسف احنا كدكاترة قلبنا مات. انت بسموها تانية تحدي قصص؟ شفت قصة ولا لا؟ لو دلوقتي حصل حادثة في الشارع وحصل حادثة واحد مات، بص كده هتلاقي الناس كلها عاملة ايه؟ مات ده؟ مات ده؟ وانت ماشي ايه؟ مات اه مات مات او مات عارف. انت خلاص موضوع يعني ايه؟ بص حاجة عندنا كتير يعني. انت اللي ممكن ما يحصلش، هتلاقي كل اللي حواليك مخضوضين خضة مش طبيعية لما يشوفوا قدامه واحد مات قدامه. انت بالنسبة لك المنظر ده ايه؟ طبيعي عادي، واحد ميت يعني ايه المشكله؟ انا بتكلم جد. تيك كير اللحظه دي بقى. انا هنا اتسابق ده كان سنه كام؟ سنه حاجه و90. انا بصيت على البنت ساعتها بس كده، هو فرحان ندهن ان هو بالتانيين بصوا عليه كده. البنت والله ما نطقتش كلمه، عارفين الدراي تيرز يعني؟ قاعده كده عماله تنزل دموعها كده وتخض نفسها خضه. هو في ايه حاجه؟ في ايه؟ مش فاهم اي حاجه. هو نسمه بيعالج ايه؟ فيني حاجه ولا مفيش حاجه اسمها ده عنده ورم؟ ماما عشان ما تقولش كلمه خالص. بص يا ماما عايزين نفحص قاع عين، ليه نطمن عليه؟ لقيت ورم انت صح؟ عارفين ليه ده عنده ورم يا ماما؟ اشتباه ورم. قلت لها كده. تفتكر ام سمعت على ابنها عنده 6 شهور اشتباه ورم فحصلت قلت لها عندها مفيش حاجه هتسكت؟ دكتور تاني اصله قال لي اشتباه ورم. قال لها كويس. دكتور تالت قال لي اشتباه ورم صح؟ ما تنطقش بحاجه مش شايفها. انا معنى كلامي انتيل بروف اذروايز دي معناها ايه؟ انت جواك كده خلاص مش تنطق لما تشوف. نفحص قاعين. طب ايه معاك زي الفل؟ طب ليه؟ وانا كنت مطمن عليه. لا شاب جاي كويس الحمد لله. لقيت حاجه بقى ده عندي ورم يعني كذا. واضح واضح. دي معنى كلمه انتيل بروف اذروايز، ما تنطقش. مش اي بوفتالمس معناه بلاستوما. انتيل بروف ده نفي. خلاص برايم عليك بقى عشان جاي عليك دلوقتي. سنه كده المربع ده واضح؟ حاجه في الامتحان. اني بوفتالمس از ها يعني المربع ده معناه اي بوفتالمس لازم فانكس. مش بس مش هتشوف الكابينج. انت قصدي كده؟ يعني في الامتحان ليه تعمل فانكس؟ عشان كابينج اه. وايه كمان؟ تو اكسكلود ريتنوبلاستوما. ده عايز اقوله.
اصل انت عندك الفندس كده وانت عندك كلمه فندس عندك المثلث ده تو اكسكلود ريتنوبلاستوما. ليه الترا ساوند مش بس الطول تو اكسكلود ريتنوبلاستوما؟ ده اللي عايز اوضحه لك انت. اهم سكندري كوز اكسكلودد. العلاج غير خالص، هتمشي شمال في العلاج، حاجه ثانيه خالص. سهل كده؟ يلا بقى تريتمنت وناخد بيه ان شاء الله. بس ده سهلة؟ بس كده قبل ما نخش على التريتمنت، ظهر الكوره ما تبصش في الورق خالص، ظهر الكوره بص عليها على طول. عليا انا بوفتانس رقم حرف بي تكه الاستيك اوتر كود. بص عليا هنا، انسى ورقه خالص دلوقتي. بس كده ديفينيشن يلا بيفور فريز. ايش معنى الاستيك اوتر كود؟ مش طبيعي يحصل النارس من ذا جلوب. ديموغرافي ايج فور فري سكس بوي اس ان بوي لاترالتي باي لاترال كاندي سليب بوست. صح كده؟ ايتيولوجي بان بي 4 بركان غلط، اي 4 انتينسيشن غلط، دي 4 دي شانسز مثبت دلوقتي ترافيكال. انت لازم ايه؟ جراحه. سيمتوم مين اشتكي؟ مامتو ايرلي تريات لاب ليفروسبازم لاكرينيشن فوتوفوبيا. قسما بالله حاجه اتضربت، مين هي؟ كوليا. صح كده؟ ده الدفاع بتاعي. خمسة ليت متأخر بقى، بلوس كليرا لارج بلو بور فيجن، آخر حاجة قلنا إيه؟ هيزي كول. حد بيزعق؟ الناس على كده؟ يلا خش على الساينز. يلا بقى الساينز، أوعى تنسى أوف التكة أوف جلوكوما. لما تيجي تذاكر تفرش الأول، في ناس تذاكر إيه؟ 1 2 3 4 غلط. إدي عنوان الأول نفسك أوف بوفتانمس حاجات، أوف جلوكوما حاجات، مخك ترتب بس. فأوف بوفتانمس من بره لجوه، ها سودو بروبتوزس اوتر كود، اهم حاجه كورنيا ثلاث اتشات هوريزونتال كورنيا هوريزونتال دامتر كبير مهم جدا. هاب ستريا اللي هي عباره عن هوريزونتال بيك انديسمنتس. ايش ثانيه؟ هيز كورنيا نديم سكيرا بلو. خش جوه انتي شيمبر ديب ام سي كيو ايريس لينس تريمولس ريكارد وار. مش كده؟ شوت اكتر يحتاج توبي زي ما اتفقنا. خلصت الساينز؟ لسه. جلوكوما بريشر عادي كونفيرمد. انجل انوميلي كونفيرمد. فندس فيت الفندس مهم كابينج هاخدها بيخلوا عليه ان شاء الله يعني. بس اكسكلود سكندري اختارهم ريتروستوم. مش هعمل فيل حط لي مكانه ايه؟ الترا ساوند. انا الاوتر كود كبير اكسلنت كبيره جدا 15 ملي. صح كده؟ كومبليكيشنز ثلاثه وسنه صغير ثلاثه. دي ما تعمل سكار لانز يحصل سب لاكسيشن وكاتاركت. العين نفسها يحصل لها ايه؟ اوبتيك اتروفي. كنا بقى التكه بتاعته صغير يجي لك امبليوبيا اند سكوين ما عملتهاش بقى. تمام احفظ صم اني بوفتانمس از ريتنوبلاستوما انتيل يعني تعمل فانجس او تصاعد حسب الكلاريتي اوف ذا ميديا. يبقى اي بوفتانمس تو كونفيرم دايجنوزس بريشر لكن يو هاف تو اكسكلود سكندري. دي الخطوات ايه؟ الضغط ده بوفتانمس يا جماعه نعمل ايه بقى؟ الترا ساوند فانجس. فهمت قصدي كده؟ واضح؟ كونفيرم بعد كده اكسكلود كونفيرم اكسكلود. صح؟ treatment of ophthalmos. يلا ناخد بيه ان شاء الله. يلا امسح يا جماعه خلاص. طيب ورقه مريحكم؟ اللي معاه الورقه مريحكم؟ طب يلا. treatment بصوا بقى عمليات هنشوفها النهارده هنشرحها بسرعه ونشوف عمليات بسرعه هيشوفها على فيديو. بس انا هشرح فكرتها بس اكتر مش اكتر بس. ونختم بيه ان شاء الله الدرس النهارده. يلا بقى يا جماعه. جاهزين للامتحان؟ جاهزين للامتحان؟ ايه ده؟ تاني؟ انا من كتر ما قاعد شوف مصطفى لازم جراحه. يبقى علاجنا لازم ايه يا مهاد؟ سيرجن. هادي ميديكال كتحضير عمليه لان هادي بيتا بلوكرز. هادي بيتا بلوكرز اي تراست يو. ادي بيتا بلوكرز هتركله صح انا عارف لك ايه. اي تراست يو. يلا خلاص الميديكال تيم بتاعنا الميديكال ده كتحضير مش هيجيب نتيجه عشان قلت الضغط وايديه ما تقل مش اكتر من كده. ادي بيتا بلوكرز كربونيك ريز انهبيتور زي ما انت عايز. قال لي حنفيه شويه صغيره. الكتاب بيركز في حاجه انا كتبت عندك ان بي اهو خلاص هي سابقه وانا شويه. في دواء ممنوع في الاطفال نهائي هناخد طرف الجلوكوما نفسها اسمه الفا اجنست. اكيد فاكر ان بي كده الفا اجنست نيفر ان تشيلدرن بيعمل ابنيا. خلاص انتوا دلوقتي خليها خدها زينا كده وهناخدها في ايه؟ اما ناخد الادويه كلها على بعضها كباثولوجي.
مش عايز بس علاجها بالنسبه لي سيرجي عشان كده اهميه واضح يبقى الميديكال تيم ده مجرد تحضير فقط علاجه ايه لازم سيرجري از بيست على فاكتور اساسي كلاريتي اوف ذا كورنيا هو انت جاي بدري ولسه الكورنيا كلير ولا انت جاي متاخر الكورنيا اوبي وهي مرتبطه فعلا بالدروب ده يعني الدامتر قد ايه يعني لو الدامتر هنا عاده هيبقى تقريبا اقل من 13 مللي رقم بتاع 3 والنورمال كام ات بيرث 10 صح هنا عاده هيبقى اكتر من كام 13 مللي ده هعمل له ايه ده هعمل له ايه هنشوفها النهارده عامله حالا دلوقتي ده هعمل له ايه والله الكورنيا كلير ركز معايا بقى انت فاكر عنيه شوف عامله دلوقتي ركز معايا ادي الكورنيا صح الطفل نايم قدامي كده اهوت انا باصص كده دلوقتي Can I see the angle? No. ليه؟ عشان total anterior reflection. يلا جبنا gonio lens اسمها Barkan's lens. فاكينه؟ Barkan's lens. جبنا سكينة اسمها Barkan's knife. دلوقتي لما حطيت اللينز دي كان اسيد انجل؟ لما حطيت اللينز شفت الانجل ولا لا؟ شفته ليه؟ كونيا كبير مش كده الشرط بتاعها. كونيا شفافة لما حطيت اللينز الانجل هو باين دلوقتي. صح اجيب سكينه اريانه بالظبط انا باصص من فوق هنا بالجيكونه بتاعتي وداخل من السكينه هنا كده عند الليمبس انا بخش لايم الليمبس دخلت بسكينه اهو دلوقتي انا شايف ومش شايف السكينه شايفها الكونيا ايه كلير شايف السكينه شايف السكينه وصلت لمين للانجل وطلعت سؤال خدت حاجه معايا عملت ايه في الانجل اوتومي انسيجن ايه يعني اوتومي سموا العمليه جونياتو صح انا قطعت حته في عكيني دخلت من جوه هنا كده قطعت الانجل ده بحيث الايكوس يخرج سهله جدا شوف النهارده عليه حالا دلوقتي فكره سهله في الامتحان عليك اسم العمليه تعملها امتى فكرتها ايه نو ستابس اسمها جونيوتومي حضرتك بعملها في البوفتانوس حضرتك فكرتها انسيجن اوف دانج صح كده فشلت اعملها تاني خد تلت كمان ريجونيوتومي فشلت ريجونيوتومي بس كده لا مرتين بس ما اقدرش انجل كل مره واحده افتح تلت وتلت فكده لو فشلت اكني هتبقى جاي ايه بقى اوبيك او ادفانسد فانا السكه دي لو انت جاي فعلا اوبيك من الاول او ادفانسد قبل ما اشرح السكه دي ليه قلت لك لو اوبيك ما ينفعش جونياتومي مش شايف حاجه صح هضطر اعمل ايه بقى دلوقتي اجي منين انا عايز افتح الانجل ده صح بس مش شايف حاجه من هنا هاجي منين من جوه من بره مش كده خد انكم في انجل بقى انا عايز ثلاث ورقات مش هرجعوا تاني هدمرها هيديك اغسلني كيس بصوا ركزوا عشان ركزوا عشان الحته دي يعني شويه دلوقتي عمليه عشان اشرحها بس على بعض هنسمع قد بعض هنسمع قد بعض خلاص الدرس الجاي بصوا ركزوا معايا بصوا بعد الكيس بقى كله ركز معايا لو سمحتوا كله ركز معايا بصوا الرسمه دي بصوا الرسمه دي بصوا الرسمه دي لو سمحتوا ادي الكورنيا اهي وادي السكيرة اهي وادي السكيرة بعد وادي الايرس صح كده من بره بقى كده من بره هنا كده دي كونجنكتايفا صح مين اول حاجه في الانجل من بره الكلانر سلام مين بعد كده؟ ترابيكولار مشور مشور مين جوه هنا؟ السبير مش ده الانجل بتاعنا؟ صح هنا في سكار او اوبيك او ايديما او اي حاجه مش شايف حاجه خلاص هنعمل ايه بقى؟ الرسمه دي هرسمها 2 دي ازاي 2 دي؟ بصوا كوريا كونجنكتايفا سكلير صح ايه الكلام ده ركز معايا ركز معايا منظر اهو كورنيا كورنيا كونجنكتايفا كونجنكتايفا مين تحتيها سكلير عشان اشرح ليها بقى بس كده دي هنا دي بقى الصوره اهي يعني دلوقتي انا كده قدامي تمام بس كده هنعمل ايه بقى انا هنا عندي كورنيا سكار مش شايف حاجه خالص خليه كده اهو قوي قوي هاتي الكونجنكتايفا دي افتحها 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 لغايه الليمبس يعني ارفع دي كده لغايه توصل لمين عايز اوصل صح كويس قوي عايز مشروب انا ماشي بس هنعمل ايه بقى هنعمل كده بس دي صح ادي كنت طيبه هنعمل كده دلوقتي نعمل كده اهو اهو كده اهو انا تحت سكيره صح وانت رفعت دي الفلاب دي رفعتها كده مين تحتيه على طول كنا انا فلاب اللي بعديها كده صح ده يا جماعه صح هجيب سكينه ثانيه اسمها ترابيكيو توم استنتج بعمل ايه ترابيكيو مشور يعني اوم انسيجن سكينه اهو انا داخل هنا كده جوه مين دلوقتي انا؟ جوه كنال مش كنال مش لام يعني صباعي ده جوه هنا دلوقتي واخد ماشي كنال مش لام كنال مش لام كنال مش لام استنتج هعمل ايه؟ هاخد من بره لجوه جونيوتومي قطعت الانجل من جوه لبره عشان شايف ترابيكيولوتومي بدات المشور في القطعه
دخل الشمس كانت تعبان بره لجوه. واحده اسمها اب انترنو دخلت من جوه، واحده اسمها اب اكسترنو دخلت من بره. الخلاصه قطعت مين؟ انجل عشان اسميها جونياتومي فلابيكولوتومي. وصلت زي المشور بتاعت ايه؟ سبيره اسمها سب سكيرال سب سكير اهو فلابيكولوتومي فشلت. طب ليه بتفشل؟ يعني ليه متوقع العيان ده كل شويه يفشل 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 يفشل؟ ربنا حط قانون الطفل الصغير لو اتعور هيرنج عنيف بيتعور كتير صح؟ كويس قوي فشلت قوي قوي. نفس العمليه تعالى من بره يفتح فلاب. مين ده تيبان ده؟ مين ده؟ مشوش. ومين تحتيه؟ الشلامس كان. ومين تحتيه؟ مشوش. يلا هات حته كده اسمعت. ايوه من ايه ده؟ ايه ايه البدايه ده؟ ايه البدايه ده؟ الشلامس كان مشور. يلا دي اوتومي ولا اكتومي؟ اكسيجن سموا العمليه. هي سب سكيرال اه سب سكيرال ترابيكيول اكتومي. اكتومي بدل ما اقطع من بره ده انا هاخد حته من حته اطلعها بره بقى عشان افتح سكه اكتر صح كده؟ فشلت. دي بتفشل هيلينج بس خلاص. هات حاجه اسمها اعمل كده اسمعت اعمل كده. وهات حاجه اسمها انتي ميتابولايتس خدتوها؟ مايتومايسون وكده انتي كانسر دراجز. لا ما خدناش اصلا فارما حضرتك مش فاهم يعني. حاجه اسمها انتي كانسر دراجز هاتها نقط كده نقط كده مش بقه نقط وحطها في الحته دي. عارفين ليه؟ هتمنع الهيلينج. ما انت خلي بالك انت بتخلق فيستولا. انت عايز فيستولا بتكون ده انتي شيمبر وستراكشر سبيس مش طالع ليكوس بره ده انت عملتها وانت عايزها موجوده. فانت بتحارب اللوز اوف نيتشر ربنا حطها. ربنا جرح لازم ايه؟ يهيل. فانت عايز تعمل جرح ومش عايزه ايه؟ يهيل. فايتس فيستولا بتوين ذا انتي شيمبر اند ذا سب كونجكتيفال سبيس اسمها كده فيستولايزنج اوبريشن ترابيكولكتومي اوبريشن فلترنج اوبريشن. فشلت. روح موت بقى صح؟ موتوخه. هجيب انبوبه اشهرهم واحد باكستاني اسمه احمد. كده اسمها احمد ده كده اهو انبوبه اهي سيليكون تيوب ده اهو جت من بره دخلها هنا كده خلاص حط كده انبوبه اهي يكس من هنا لبره. طب ما من الاول يعني. لا عد معايا بقى تيوب مايجريشن تيوب ايروجن تيوب انكابسوليشن تيوب انفكشن. ده جسم غريب انت بتعمل العمليه ان هي فيها مشاكل كتير امتى؟ متاخر لو مضطر قوي يعني صح كده. اسمها تيوب سيرجري او شنت سيرجري. فكره واحده ان طلع الايكوس من جوه لبره بسرعه كده. ورا معاك اهو ورا معاك اهو. علاجنا لازم ايه؟ سيرجري. اول كلمه سيرجري. اهم فاكتور ايه؟ الكورنيا. لا لحد العمليه بتاعتي كلير كورنيا. تعالى حد لو سمحت تعمل جونياتومي. فشلت عيدها تاني باظت او انت جاي اوبيك كورنيا لحد لو سمحت تعمل ترابيكل او اوتومي صح كده؟ فشلت ترابيكل اكتومي ومعاها انتي ميتابلايز لو عايز. فشلت تعمل فالف سيرجري كده خلاص معاك الحمد لله. هتكلم عندك بقى على جنب كده اني بي صغيره دي ليك انتوا بقى عشان تتكتر فعلا. عايز اعلمك على كده الطفل ده يعرف حاجه عن اني ان هو ضعيف ومش ضعيفه خالص. برافو عليك. طفل صغير هلا مع اصحابه جدا سكيره هشه جدا خد كوع ربشر. مين يعرف الكلام ده انت ولا امه ولا مين يعرف الكلام ده؟ انت هتعرف حاجه. فدورك انت تقول للام بص يا ماما الطفل ده عينيه فراجايل جدا ضعيفه جدا لو سمحتي افويد كونتاكت سبورتس. يعني عايز العب حاجه يلعب بلاش بوكسنج بلاش شطرنج يعني يلعب اي حاجه ما فيهاش ايه احتكاك. انا بكلم حد يعمل لك طنج كده حد يلعب شطرنج على الفيز خمسه اصحابك دم لا حد يلعب بلياردو على الفيز 20 صاحبك دم ده وقتي وقتي قابلني مره. شوف يا اخي شوف الملفت ايه؟ بيشرح رمض اما يخلص اما يخلص فلوس قال ايه؟ قال ايه؟ بس ركزوا معايا بس ركزوا معايا الناس كلها حصلت مره واحده كله رافع ايديه كله مركز معايا دلوقتي ضياع. المهم افويد كونتاكت سبورتس انا افويد تروما. يعني ايه افويد تروما؟ يعني ايه افويد تروما؟ يعني تقول له كده حاجه لو شفت خناقه يعني يستحسن تعيش ندم هتموت ايه سان الله؟ مستور خلاص بلاش يعني ليه كده ليه حبوا بعض عايزين نقايب هتخش تشارك خدت كوع رابشر له العيال يبقى فاهم كويس ولا عيني ضعيفه. افويد كونتاكت سبورتس افويد تروما خلاص كده. تاني حاجه عندي امبليوبيا عليك عارف الكومبيتيشنز دي على جنب كده جبتها في الامتحان شكلها شيك قوي. انت جاي بتعالج عيان مش ايه؟ مش لكوم سهل بفتلمس؟ شوف صورك افلام يلا افلام بقى امتحن المره الجايه ما تذاكروا.
يلا عايزين نبدا حكي عشان المهم ده سمعتي شغلوا الاول يلا يا جماعه شغلوا ولا لا مش شغال بقى لا ديش اون يعني اخضر منور يا حبيبي منور مش كويس شغل اهو شغل اهو بص في كلمه عندك اسمها سورس صح في كلمه اسمها سورس دوس على سورس 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 هزوا كده شويه ونخلص اسمعي بصي كده يعني يلا يا جماعه يلا يلا يا جماعه يلا ايه ده يا دكتور ما تفوش يلا بقى نهدى بقى اسمع نهدى كله ركز معايا يلا كله ركز معايا تركيز بقى بصوا دلوقتي انا حاطط العدسه اهي صح دي العدسه مش كده لما حطيت العدسه في حاجه بينت الحته دي كده between the iris and the cornea دي زاويه على فكره صح انا حاطط عدسه اهو فابتدى يظهر حاجه between the iris and the cornea صح الحته دي اسمها ايه انجل الانجل بينت دلوقتي اهو صح انا هفوت اعمل ايه بقى هخش بسكينه هنا اعمل ايه هقطعها المنظر اهو ادي المنظر ادي السكينه شايفينها انا شايف من فوق هنا هقطع هتلاقي ده بعد شويه صغيرين ده بيوسع اكني بقطع الايه الانجل جوه بقطع الانجل شايفينها ولا لا واضحه توسع توسع صح I'm incising the angle العمليه بتاخد دقايق ثواني سهله شرطها الكورنيا تبقى ايه كلير صح كده لا الكورنيا مش كلير اضطر اعمل عمليه اسمها ترابيكيولو رد عليا بقى ترابيكيولو ترابيكيولكت المنظر اهو تركيز هرفع حركه مش كده هرفع حركه مش كده بس كده بس كده معلش عشان الناس تخش بس فين ترابيكيولوتومي يلا تركيز بقى دي ترابيكيولوتومي بقى تركيز اسمعته تركيز حد عايز رمض بس يلا دي عمليه في العين اهي يلا ترابيكيولوتومي هفتح كونجنكتيفا وايه صافي قلبك يا صافي قلبك يا عم صافي قلبك اشتغل دلوقتي ايوه تمام ادي كونجنكتيفا نسيج شفاف قدام السكليرا صح كده بفتح دي عين بني ادم ايوه عين بني ادم ايوه دي عين بني ادم حقيقي ايوه تمام بفتح كونجنكتيفا بعمل حاجه اسمها كوتري صح كده مين تحتيها على طول دلوقتي فين ورقه سكليرا سكليرا تمام اقعد اسلك دلوقتي هفتح في السكليرا هفضل افتح بالراحه 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 مره الاقي الجاش فلود هو ايه اللي حصل انا وصلت للشمس كانال فطلع ايكوس صح دلوقتي هفتح بالراحه الاقي مره كده طلع ميه كده هبتدي انشفه انا عايز اوصل للشمس كانال صح يلا بالراحه كده بالراحه تمام بالراحه خالص الكلام ده فيري هاي ماجنيفيكيشن ارقى برانش في الطب الرمد بص هي حاجه صغيره زينه صغيره كمان هفتح الاولى يطلع ايكوس على طول شوف احنا دلوقتي تمام كل ده على الشمس كمان معايا يا جماعه تمام اهو ابتدى ناشف ابتدى يحصل ايه ايكوس دي ترابيكوتوم سكينه دلوقتي انا داخل جوه مين داخل جوه مين دلوقتي رد عليا داخل جوه مين انا شلامس كانال صح داخل جوه شلامس كانال انا مش شايف حاجه من الكونيا هخش جوه بص ده عندي سؤال صغير كده اهو ليه هنا اتنين
ليه عامله زي شوكه كده وواحده دخلت جوه الشتامز وواحده من بره. شوف هو فين جوه انا مش عارف انا فين الكونيا اوبيك فده كانه جايد ليا لان انا عايز اعمل حركه دلوقتي اقطع بيها دي سكينه صح. بص كده اسمعوا بقى ركزوا يلا كده اهو تسمع بص هتسمع هتحسها بص 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 شوف شوف انت قطعت ايه انت جيت من بره قطعت ايه لجوه هي زي اللي فاتت بالظبط بس هي جايه من بره عمليه اسمها ايه سب سكيرال ها ترابيكول اوتومي ما خدش حاجه معايا الدرجه الاعلى ايه بقى يلا ها ترابيكولكتومي كله فاهم تمام 100 100 ده على اخر زبون تمام. بصوا بقى دي حاجه اسمها بريدل سوتشر عشان ثبت العين بيها عشان العين تبقى ثابته عشان عاد عم شايفه ثابت دي عين بني ادم عين بني ادم عين بني ادم ماشي بفتح كونتراكت تايب حد عايز رمض لا بفتح كونتراكت تمام 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 عايز اوصل لمين انا عايز اوصل لمين عايز اوصل لمين ردوا عليا عايز اوصل لمين عايز اوصل لمبس صح عايز اوصل لمبس كمان كمان افضل اسلك 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 اوصل لفين لمبس دم دم عادي دم ده بني ادم وصلنا لمبس الحمد لله بس كده ادي كوتري عشان نزيف ده كوتري نعم 100 100 بص خلاص ادي اهو ده كده هعمل فلاف مين سكليرا عشان اوصل لمين تحتيه لمس كمان صح تمام ادي اهو اقطع كده اهو تمام 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 احسنت برافو يلا نطلع بالراحه كده اهو هنرفع الفلاب دي هي زمين تحتينا على طول ان شاء الله اول حاجه في الانجل بره هي شلامس كانال عايز كان جوه عشان كده خدنا اكتر من انجل يعني اقشر كده اقشر ايوه ذا هاي سكيل سيرجري فاهم كنت بس يعني خلاص يعني ده مين اللي ظهر دلوقتي ده شلامس كانال صحيح ده الانجل اهو صح كده دلوقتي بقى مش هعمل انسيجن هعمل ايه هاخد حته تمام تمام very neat surgery very uniform surgery very meticulous surgery بس كده دي حاجه كده بسبب يعني خدها عشان العين تبقى تحت على طول ما تحركش مني تثبيت تاني للعين في الكورنيا او ثبتنا الفلاب اهو عشان ما تتعبش مني خالص الكلام ده تيشوز عايز اثبتها بني ادم عين بني ادم عشان بس تمام دلوقتي عايزين نخش بحاجه نقطع الكلام ده كبرنا اهو دلوقتي انا بقطع في مين في الشلمس شلمس كده الاند مشوا بص هتلاقي مره واحده ايكو طلع اهو شايفين الميه طالعه ازاي فتحت الانجل خلاص خلاص هتاخد حته من الحيطه خد حته تمام 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 هنقطعها خالص الحته دي هناخدها معانا كده اهو في الزباله صح تحت السكليرا سب سكليرال ترابيكول اكتومي هتفاجئ ان تحتيها بقى مش الحته دي على طول في تحتيها نسيج اسمه ايرس صح اسيبه هيطلع يسد الفتحه دي صح شايف نتيجه تحتيه هيستفق صح ولا لا فالحته اللي تحت الفتحه دي عامله ايه هاوصل ايرس جزاره بقى خلاص اه بص حته ايرس اهو شن الايرس اهو واقصه كمان شفت الايكس ليه عشان يبقى سكه سالكه تماما من اول ايكس يوم لغايه بره واضحه فاهمين حاجه اسمها ايريداكتومي في السكه ايريداكتومي بغايه الفلاب الحمد لله بغايه الكونجنكتيفا هيحصل لي كالكوع هنا في الكونجنكتيفا في ورمه كده اسمها بلاب وجود بلاب بعد العمليه ان عندي كالكوع في الكونجنكتيفا معناها الايكوس ايه عدى يعني لو شفت بلاب بالونه كده بعد العمليه كده عرفت العمليه فيها ايه نحت وقول للعيان خلي بالك هنا في بالونه لو سمحت ما تجيش جنبها خالص مش ايه ده ايه ده خلاص كده العمليه كده ايه خلصت والعيان هياخد بريكوشنز هنا في بالونه لو سمحت ولا كونتاكت لينز ولا رابن جامد في عينيك ولا حمام سباحه قصص اخاف من الانفكشن واضحه مش واضحه يا جماعه خلاص اخر فيديو لا كفايه بقى حمام صح حمام لا اخر حاجه بس هي ثانيه بالظبط 12 ثانيه 12 ثانيه 12 ثانيه 12 ثانيه اللي هي فكره العمليه ادي الاي كونسيومر دي فكره العمليه اهدوا بس اهدوا اهدوا سمعت اهدوا دي فكره العمليه بفتح هنا عشان ايكوس ده يطلع يزق هنا هو يزق شايف الايكوس هو بيمشي ماشي يزق يرفع كونجنكتيفا يعمل حاجه اسمها بلاب حصل بلاب ده شوك عمليه نجحت فهمت قصدي دي فكره العمليه نفسها ادي مجرى الايكوس خارج واضحه مش واضحه ثانك يو فور يور بيشنس لا المره الجايه امتحان ان شاء الله ايوه جميل